ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير ويا هلا فيكم، والله يحييكم معنا في الفقرة الأسبوعية اللي سيكون ضيفها وهو ضيفها الدائم الدكتور عايض بن عبد الله القرني في لا تحزن. حديثنا الأسبوع الماضي وفي هذا الأسبوع نتنقل هنا وهنا لكي يفيد الدكتور من خلال أطروحاته ومن خلال ذلك الكتاب الأشهر في العالم كله وليس فقط في العالم العربي. نحن هذه الليلة سعيدين جدا بتواجده وسعيدين جدا بما سيطرح على الهواء مباشرة. أبيكم الآن مع الجلسة المغربية ومع قهوة المغرب تكونوا مبسوطين مستعدين جمعين عيالكم وأهلكم ومستفيدين من خلال الطرح اللي راح يكون هذه الليلة في حياتنا في أحزان. ورسالة الدكتور لكل من يحمل حزن بقوله لا تحزن، اختصرها بشكل سريع وعاجل. رحبوا معي متسابقين الأفاضل وجمهورنا الكريم بالدكتور عايض بن عبد الله القرني. سمعونا تحية للدكتور عايض. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. يا مرحبا عبد الله. الله يبارك لكم يسلمكم ويعافيكم. وسعيدين كذلك بتواجد رفيق دربك الاستاذ اللي نسمع له تحيه يوسف الشيباني. ما شاء الله. سعيد بك استاذ هذا يوسف. ابو عبد الله يوسف الشيباني مرافقي دائما خاص جزاه الله خير والصديق الوفي. ونعم. بارك الله فيه. ونعم. طيب احنا اليوم سيكون ان شاء الله حديثنا عن مواضيع منوعه وعن لا تحزن تحديدا، وانا اعتقد انه الاباء، الامهات، الاخوان، الاخوات اللي يشوفونا على الشاشات يجيهم الحزن وما علموا بأن كان من قبلهم له رسالة عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق في الغار، قال له لا تحزن واختصر لنا العبارات. واليوم أبو عبد الله سيحلق بنا مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع ما واجه من عقبات وصعوبات وتعب، شج رأسه، كسر الثنائية، حتى وصلتنا الدعوة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. أبو عبد الله، محمد صلى الله عليه وسلم اللي كلنا نحبه وتحديدا أنت إذا تحدثت عنه تتحدث عنه بحب وبعمق، فحدثنا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وما مر به من العقبات والصعوبات. يا بهم صلاتهم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد يتذكر وأراد شكرا، والصلاة والسلام على حامل لواء العز في بني لؤي، اللهم صل، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتعجيل، المؤيد بجبريل، المذكور في التوراة والإنجيل، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود بأبي همي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل لنا هذا الدين حتى أتم الله لنا النعمة وأكمل لنا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم صلينا وزكينا واهتدينا بعد ماذا؟ نحن الآن جاءنا الإسلام غضا طريا سهلا ميسرا، الآن دخل بيوتنا بلا جهاد بلا قتال بلا تعب. أما هو بأبي هم صلى الله عليه وسلم فضحى من أجلنا، لقي الألاقي، واجه الشدائد، الصعوبات، المصاعب صلى الله عليه وسلم، انطلق وحيدا يتيما صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وأمه ثم جده ثم عمه، فحصر في الشعب صلى الله عليه وسلم، وربط الحجر على بطنه، وجاع وظني صلى الله عليه وسلم، أدميت قدماه من أجلنا، سالت بالدماء بأبي همي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم واجه أشد المؤامرات والإذى من القريب والبعيد، حاصروه، طردوه من مكة بأبي همي صلى الله عليه وسلم، صار في الصحراء يقتلع خطاه، أعلن في رأسه وفي روحه 100 ناقة لمن يأتي برأسه صلى الله عليه وسلم. أتاه الخوف من ذات اليمين وذات الشمال ومن أمامه ومن خلفه، واجه 11 محاولة اغتيال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فكافح وناضل وواجه صلى الله عليه وسلم، خاض المعركة بنفسه، شج رأسه صلى الله عليه وسلم، كسرت ثنيته، واجه الأعداء، واجه المشركين والكفار والمنافقين والأحزاب واليهود والنصارى، فبقي صامتا صابرا محتسبا. يقول أحد العلماء إنه صلى الله عليه وسلم واصل الاصطبار وعدم الانكسار والإصرار والاستمرار حتى الانتصار، دائما يبشر أصحابه أن النصر معه، دائما يعيش الأمل، دائما يعيش عليه الصلاة والسلام التفاؤل. يقول لصاحبه في الغار وحوله 50 سيفا تقطر دما، يريدون روحه، يريدون قتله، يريدون اغتياله، لا تحزن إن الله معنا. خرج عليه الصلاة والسلام يواجه جيوش العرب وقبائل العرب وتنهار أمامه الصفوف عليه الصلاة والسلام، شكى له الصحابة الجراح والكي في أيديهم، وأتى بلال وخباب قالوا ما تستنصرنا يا رسول الله وهم ثلاثة، قال والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يبلغ مبلغ الليل والنهار، بلغ الآن الليل والنهار،
طوق الكرة الأرضية، دخل القارات الست. أنا زرت 5 قارات، أكثر من 40 دولة، 200 مدينة، 200 مدينة، دينه في كل مكان، واسمه يترادف في العالم عليه الصلاة والسلام. طرد من مكة وحيدا فريدا صلى الله عليه وسلم، بلا زوجة ولا أهل ولا أسرة ولا عشيرة ولا مال، وحيدا مطاردا في الشعاب، يمشي في الصحراء جائعا عليه الصلاة والسلام، منهكا لا يجد كسرة، يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواه. هل درت من طاردته مكة هو بدر معبودة معبودها شاهت وشاه، طاردت من بالفلبيد من بواها منزلا لا يبلغ النجم مداه. استمر صلى الله عليه وسلم، حضر هو معركة بدر، ترى هو اللي خاض المعركة وقادها صلى الله عليه وسلم، وبارز في درعين، حضر أحد صلى الله عليه وسلم، فقتل أصحابه حوله وشج راسه وكسرت ثنيته وسقط في الحفرة صلى الله عليه وسلم، حضر الأحزاب وهو يناظر صلى الله عليه وسلم وحده، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، حفر الخندق والغبار على وجهه وهو جائع، وربط حجرين على بطنه عليه الصلاة والسلام، لا يجد أحيانا كسرة خبز ولا رديء التمر، ولكن يواصل الصبر والإصرار، اللهم صل عليه، حتى يبلغ الدين. عرضوا عليه الزوجة الحسناء والقصر والكنز والملك ويترك الدعوة، قال فيما يروى عنه: والذي نفسي بيده لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين أو أترك هذه الرسالة، ما تركت وأهلك دونه عليه الصلاة والسلام. حاولوا بكل محاولة وكل شيء، ولكنه صلى الله عليه وسلم رفض وأصر وواصل حتى بلغ دين ربه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خير ما جزى النبي عن أمته. سفك من أجلنا دمه ودموعه، وقدم وقته وجهده ونطقه ونصحه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. لما خطأ في عرفة، لكن دعوني في موقف هنا، ترى يوم خرج من مكة صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا معه أبو بكر ومعهم دليل يدلهم، يوم رجع 10,000 سيف، قبيلة كل الأنصار 1,000، المهاجرين 1,000، أشجع 1,000، جهينة 1,000، غفار 1,000، أسلم 1,000، أسد 1,000. فلما دخلوا مع الشمس خلعوا السيوف من أغمادها ورفعوها مع الشمس قبل صلاة الظهر تلمع حول الحرم، 10,000 سيف. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا تفتح أفواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابه القشب. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نسج من الخطب. رفعت السيوف، ينتظر ماذا؟ سقطت الأصنام أمامهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير كذا بالقوس إلى الأصنام، 360 صنم تتهاوى تتساقط، ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. والسيوف تلمع 10,000، صكوا الحرم، الحرم مطوق، 10,000 مع الشمس تلمع كأنها البارق، ينتظرون من؟ ينتظرون الخطيب سوف يخرج في هذه اللحظة ليكون له موعد مع التاريخ، ليتكلم هذا الخطيب للعالم، ليعلن دعوته للتاريخ، ليقول كلمة. كل ينتظر ماذا سوف يقول، لم يقرأ ولم يكتب، ليس عنده أوراق ولا محبرة ولا قلم ولا مسطرة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب. أمي ينتظرون ماذا يقول للعالم، أين خصومه؟ أين الذين طردوه؟ وسط الحرم، جردوا من السيوف، جردوا من السلاح، منهم أبو سفيان وغيره أمامه يبكون ويتضرعون، ينتظرون يعني سيف المنتصر، يخافون أن سوف يقطع رؤوسهم. عنده 10,000 فدائي، 10,000 فارس، 10,000 بطل، 10,000 مقدام، 10,000 شجاع، كل مضحي لو يقول كذا بإشارة طار الرأس مع الإشارة. فخرج عليهم فانتظروا وأخذوا يكبرون، ومشى حتى أتى حلق باب الكعبة فأخذ بالحلق وانتفت. اسمع، والله لو حضرت أنا وياك سنة وسنتين وثلاث ما نأتي بسطر مثلها. قال: الحمد لله وحده الذي عز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ارتجت مكة بالكلام، ارتجت الشعاب، يا معشر قريش أمامها الخصوم الذين آذوه وقاتلوه وسبوه وآذوه ونازلوه وطردوه وشتموه وكذبوه، ما ترون أني فاعل بكم؟ انطلق الصوت. فلما قال ما تروني فاعل بكم، انتظروا وناظروا، هم ينتظرون يعني، قالوا: أخ كريم. واختلط بكاء الرجال ببكاء الأطفال ببكاء النساء. أخ كريم، أخ كريم، ها، وابن أخ كريم بعد ما فعلتم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. الله أكبر، اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام. ها
هذا هو الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح ما سمع الناس مثل اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال أبو سفيان وكفار قريش: اللهم أوصلك بعد ما سمع، اللهم أرحمك، اللهم أبرك، اللهم أكرمك. فصلوات ربي عليه وصلاته وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ اختار رجلا بسيطا فقيرا مسكينا كان خادما مولى ليعلن الأذان ويعلن حقوق الإنسان ويعلن حقوق العدالة في الإسلام والمساواة. قال: أين بلال؟ بلال المعذب الحبشي اللي كان يضرب ويجلد ويسحب في الدعوة وكان صوته رخيما وجميلا وساريا. تعال فأذن. فتعلق بلال بجسمه النحيف الأسود المعذب المبهذل، تعلق بستار الكعبة وطلع إلى البناء، طلع حتى صعد سواده وسواد الكعبة وسواد العين، سواد اجتمع في التاريخ، اجتمع في نظر العالم في عين الدنيا. فأذن فبكى الصحابة والسيوف تلمع، بكى لأن الحق ارتفع. الله أكبر، قذائف التوحيد تنطلق في العالم الآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم، ثم واصل مسيرته الدعوية صلى الله عليه وسلم ونشر الدين. مات عليه الصلاة والسلام لم يخلف درهما ولا دينارا، مات في غرفة الطين. كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو نور من الكلم إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. يموت وحيد عليه الصلاة والسلام في غرفة من طين بلا خيل ولا قصور ولا حدائق ولا دور ولا ذهب ولا فضة. بعد ما خطف في عرفة قبلها بثمانين يوم أو أكثر قال: أيها الناس، في عرفة ارتجت عرفة، سمع خطبته 120 ألف بلغوها العالم، لم يحضر بكلمة ولا قرطاس ولا ورقة، خرج فتكلم عن التوحيد، حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمساواة والعدالة والمال العام، وتكلم عن رسالته. قال: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني غدا وأنا مسؤول عنكم، فما أنتم قائلون؟ فهتفوا من الموقف يبكون وهم ينظرون إليه كأنه هو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشم، والمرسلون وقد حفوا بسيدهم كالشهب البدر أو كالجندب العالمي، أشاروا بأصابعهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأمامه أبو بكر القرشي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي، شنو بأصابعهم ويبكون: نشهد أنك بلغت الرسالة وأشهد أنك أديت الأمانة ونشهد أنك نصحت الأمة. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأنا أشهد الآن مع أخي ناصر وأخي يوسف والجميع، نحن أحفادك، نحن جينا الآن بعدما بعثت بأبي أنت أمي ب14 قرن، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. الأحياء الآن مليار ونصف مليار يشهدون الآن أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. هيهات رحلة مسرأنا جحافلنا كما عدت، وعزمات الأرى سلفوا في كفك الشهم، من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف، محمد في فؤاد الغار يرتجف في كفه الدهر والتاريخ والصحف، مزمل في رداء الوحي جلله ثوب من الله لا صوف ولا خصف. صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا ووالدينا وجميع المسلمين نصافحه ونسلم عليه ونسعد برؤيته ونجلس معه على أرائك متقابلين، نقول: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فديناك بالأرواح والأموال والأبناء والأمهات والآباء وكل ما يعز علينا. صلوا عليه وسلم وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. شكرا أبو عبد الله على الكلام الجميل اللي حلقنا فيه عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن تلك المشاعر وتلك الصورة التي كأننا نراها أمام تلفاز، فشكر الله لك وغفر الله ذنبك. عن محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث، وعن هذه العقبات والصعاب باختصار قال لصاحبه: لا تحزن. فأبي الآن أسمع عن محمد صلى الله عليه وسلم بين قصيدة وبين صوت عذب، فمن منكم يا شباب يعطينا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ مالك أبو لبن. فمن ذا الذي يحصي جليل خصاله وهن بحار ما لها من سواحل
وإني وإن أسهبت فيما جمعته وجئت بإخبار صحاح جلائلي فما ذاك إلا لمعة من سنا ضحا وقطرة ماء من بحار سوائلي وغيظ من الفيض الذي عز حصره على كل عال في الأنام وسافلي إذا جاء في القرآن تعظيم خلقه فهل بعد هذا من مقال لقائلي ولو كان في تبيان سحبان وائلي فصلى عليه الله ما هبت الصبا فهزت غصونا بالضحى والأصائل وجدت خصال الخير في الناس فرقت وقد جمعت فيه الخصال المفرقة وقد أصبحت في كل شرق ومغرب مغربة أخلاقه ومشرقة إذا ما جرى في محفل طيب ذكرها حسبت به بارات مسك مفتقة سأترك نعت الناس إلا نعوته وإلا فأم الشعر مني مطلقة. اللهم صل وسلم على رسول الله. بارك الله فضلك صح الحال. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بصوت عذب نسمع نواف السند. ما بخلي الحال يبغى الشباب كلهم يشاركوا. تفضل. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت في الأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب. أبو عبد الله تعليقك بعد القصيدة والصوت العذب. أنا أحمدت الله سبحانه وتعالى في سري وأحمده على الآن أني وجدت شباب رائع الآن تحب من محمد من مسيرة محمد صلى الله عليه وسلم من قافلته آباؤهم وأجدادهم يمكن أبوك السابع ولا العاشر ولا الثاني عشر قتل مع في سيرته صلى الله عليه وسلم قتل إما مشرقا مع القوافل التي فتحت شرق آسيا أو أوروبا أو شمال آسيا أو غربها أو جنوب إفريقيا. فجزاكم ربي خيرا يا أبناء الموحدين ويا أبناء المصلين ويا أبناء الصائمين. يا أبنائي لا تظنوا عزتكم فقط في منصب تنالونه أو في موهبة أنت تحققها أو شهادة دراسية أو في أسرة أنت تفتخر بها أو نسب أو قبيلة. والله شرفك الأول أن تكون تابعا مخلصا لمحمد صلى الله عليه وسلم مقتديا به جنديا من جنوده طالب من طلابه. أحمد ربي أني جلست مع كوكبة رائعة من الراعين حب محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أراكم تنشدون من قلوبكم من أرواحكم لأنه معلمنا منقذنا شرفنا بين الأمم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نفتخر به أمام العالم صلى الله عليه وسلم. إذا كان مؤرخ العالم وفلاسفة العالم يشهدون بسيرته بأبيهم صلى الله عليه وسلم فكيف نحن ونحن أبناء لا إله الله أبناء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى لنا بكم وقرة عين وأبارك لأهلكم والديكم بأن عندي شباب رائع يحب محمد صلى الله عليه وسلم ويحب رسالته. أراكم تنشدون من قلوبكم ومن طلعاتكم ومن أرواحكم فغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. عبد الله ألفت كتاب ملهم العالم عن محمد صلى الله عليه وسلم وكنت وقتها أتواصل معك فكنت تحدثني بالتحديثات والفرح والسرور اللي في محيا أبو عبد الله حينما يتحدث عن محمد. وفي كتاب لا تحزن الأكثر انتشارا ربما في العالم اقتبست لا تحزن من قول محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما جلسنا معك في لقاءات تلفزيونية أو حتى في منزلك العامل أو في استضافات تقول محمد صلى الله عليه وسلم ما بداخل دكتور عايض القرني تجاه ذلك النبي الأمي في شيء ربما ما وجدوه الآخرين. يعني احنا نحب محمد كقدوة لكن عايض القرني تعمق فألف فكتب فوجد شيء عظيم ربما بعض الناس اللي ما قرأوا وتعمقوا وجدوا مثل اللي وجد أبو عبد الله. فحدثنا عن الشيء اللي في داخلك. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مجرد فقط إنسان بل هو نبي معصوم الله سبحانه وتعالى اختاره من بين الملايين عصمه وغفر ذنبه وما تقدم من ذنبه وما تأخر وطهره وزكاه وشرفه. يقول ابن تيمية لم يخلق الله خلقا أشرف ولا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سببا في هدايتك وفي 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 إخراجك من الظلمات إلى النور وفي دخولك الجنة. يجب عليك وجوبا أن تحبه أكثر من أبيك وأمك الآن ومن أهلك ومن نفسك أنت التي بين جنبه تحبه أكثر من الناس أجمعين. أنا من ضمن الآلاف الذين ألفوا ومئات الألوف عن محمد صلى الله عليه وسلم لما أتيت إلى ملهم العالم بعد لا تحزن بأكثر من 20 سنة شيء آخر. والله كأني أول مرة أفهم شخصيته صلى الله عليه وسلم لأني راجعت المراجع وجلست وحدي وكنت حتى قبل أحيانا في الليالي الطويلة أقوم قبل الفجر فأسجل في السناب الصوت حتى لا أنسى. فجيت به الكتاب مثل ملهم العالم على غير كتب السيرة. مثلا تعرف السيرة أنه ولد في مكة صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة ثم بدر ثم أحد ثم الخندق وهكذا. لا
جئت محمد صلى الله عليه وسلم أولا نبيا، ثم محمد يتيما مثلا، أبا راضيا عادلا حاكما زوجا شاكرا بأبيه صلى الله عليه وسلم، صابرا حليما حكيما فاتحا إلى آخر هذه الأبواب. إذا عشت معه صلى الله عليه وسلم في كل باب كان الأول في العالم، مثلا كريما هو أول كريم في العالم، اللهم صل عليه، شجاعا هو أشجع من خلق الله، صابرا محتسبا عادلا صلى الله عليه وسلم. ونقلت من الغربيين من كتبهم، يقول جوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي، نقلت من كتابي عندي كتابه، ما عرف العالم عادلا فاتحا أعدل ولا أسلم عادلا ولا أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم. برنارد شو الراوي الإنجليزي الشهير هذا له كتاب 400 صفحة نقلت منه بالذات، يقول إني أقرأ عن العظماء لكن إذا قرأت عن محمد صلى الله عليه وسلم صاروا أصفارا عندي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش معك في، يعني تعرف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا تعرفه من سيرة أبيك. أعطيكم فائدة، نعم. اسمعوا أحباب، اسمعوا ما شدني في الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا جلست قبلها يمكن بأسبوع مع معالي الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم، نتحدث أنا وياه وفي نتذاكر في قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلم وتسليم. لن تؤمن حق الإيمان حتى تحكم في حياتك، مو بس في الخصومة. كيف تحكم يا شيخ؟ تحكمه في صلاتك فتصلي كصلاتي، يقول صلوا كما رأيتموني يصلي. تحكمه في حياتك، يقول من رغب عن سنتي فليس مني، إذا حججت تحج مثل حجة في بيتك، في 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 تحج، يقول خذوا عني منسككم، إذا تتوضأ مثل توضأ محمد صلى الله عليه وسلم، أتيت تنام كيف كان ينام صلى الله عليه وسلم؟ هل سألت نفسك الآن كيف ينام صلى الله عليه وسلم؟ ما هي أذكار النوم؟ صحيح. كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم؟ عبادته صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يجعل لنا إلا واحد إمام معصوم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ويقول من رغب عن سنتي فليس مني. الله لن يقبل أن تجعل أباك هو قدوتك في السنن، ولا أمك ولا خالك ولا عمك ولا أي شيخ ولا عالم، محمد فقط يحاكمك الله على سنة محمد بن عبد الله المعصوم صلى الله عليه وسلم، الملهم المسدد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عشت معه في أخلاقه، سبحان الله، والله يا شيخ إن الجارية التي عاشت معه تعيش قصة حب معه كأنه فقط مبعوث لها، يا الله. إن الخادم يبكي بعد وفاة صلى الله عليه وسلم كأنه يشعر أنه كان معه، حتى يقول سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم. الله يقول فيها معنى القسم الزمخشري، يقول عزة الله وجلال الله ورفعة الله أنك لعلى خلق عظيم عظيم. يقول إن الله أمرني أن فيما يروى عن أمر نصل من قطعني ونعفو عن من ظلمني ونعطي من حرمني. توقفه العجوز يقف معه حتى يقضي غرضها صلى الله عليه وسلم، يمشي مع الخادم صلى الله عليه وسلم، يمر بالمساكين جلس على الأرض يأكل معه، قال إنما أنا مسكين عبد آكل كما يأكل العبد، ويحب الفقراء صلى الله عليه وسلم، يمشي مع صاحب الحاجة صلى الله عليه وسلم، يحمل الرجل على دابته. تصوروا مع أهلي صلى الله عليه وسلم، يعني إمام كان في الجيش ما يقارب 10,000 جندي عسكري في الجيش أمام الجيش. أنا قلت دائما أنت مثل نفسك أنك تخرج إلى أي شارع مشهور في الرياض أو سوق وفي 10,000 سعودي متفرجين أو غيرهم، وتجي بالسيارة أنت وزوجتك، بتجي بالمقضم من السوق من هناك، فتجي أنت تأخذ المقضم معها وتمشي من باب السيارة قدام الناس وتفتح الباب وتركبها وتحط الحزام حق الراكب حزام الأمان، ثم تروح تركب السيارة من هناك. بعضهم يقول لا بيعرف أنه من آل فلان وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الجيش كما ورد في زينب وقيل حفصة، برك البعير صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون، ثم وضع رجله صلى الله عليه وسلم على ركبة البعير، ثم أتى بها فأركبها على البعير، ثم رد غطاءه صلى الله عليه وسلم وحجابها، ثم أعطاها الزمام، لا أعطاها كذا تمسك، ثم أخذ الخطام يمشي قدام الناس وهي راكبة صلى الله عليه وسلم. وإيش وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، انبهار تاريخي، يعني أخلاق يا أخي سبحان ربي. يقول الصحابة يعني أسرهم صلى الله عليه وسلم بأخلاق، يتبسم متواضعا لطيفا قريبا سمحا بأبيهم صلى الله عليه وسلم، رحيما سمه الله وبالمؤمن رؤوف الرحيم. كان عليه الصلاة والسلام يخفف، يقول أدخل في صلاتي فأتجوج في صلاتي أسمع بكاء الطفل يعني بشق على أمه فيخفف الصلاة بأبيهم صلى الله عليه وسلم، يقول من صلى منكم الناس فليخفف إلى آخر هذه الأخلاق. ماذا أقول؟ أصل كل خلق فيه كتاب يصلح فيه كتب، بل كتب ومحاضرات. ولذلك اللي ما ينبهر محمد صلى الله عليه وسلم، أنا بسألكم سؤال بالله، وش باقي بيعجبكم في الرجال وفي الرموز وفي الخلفاء والمشايخ والعلماء؟ إذا ما عجبكم ما عشتم مع محمد صلى الله عليه وسلم، ما بكيتم مع محمد صلى الله عليه وسلم، ما سافرتم مع محمد صلى الله عليه وسلم، ما موقفكم سيرة محمد، وش باقي بيعجبكم؟ وش باقي بيعجبك بطل أو رمز أو مشهور أو إنسان يعني فارس أو شجاع أو كريم؟ كلهم ترى ذرة من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رصفا من الديم صلوات ربي وسلم عليه. والله إنك تنبهر في كل جانب من الجوانب، حتى يقول شوقي فما عرف الفصاحة ذو بيان
إذا لم يتخذك له كتابا. ويقول أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل أعظم بمثلك من هادي المؤتمم، حتى بلغت مكانا في الإسراء والإعراج، ما لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على نزيل عرشك خير الرسل كلهم. إعجابك وحبك واتباعك واقتداءك بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تعارض شريعة بشريعة أحد ولا سيرة بسيرة أحد، هذا نبي معصوم خير ما خلق الله بأبيه أمي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على الله. جميل. أنا شباب ودي اللي عنده سؤال أو قصيدة أو شيء عن محمد صلى الله عليه وسلم، بأن لقاءنا هذا هو لا تحزن، وحرصنا كل الحرص بأننا نعرف محمد أكثر. والدكتور يقول إذا ما قرأت عن محمد أو ما بحثت عن محمد صلى الله عليه وسلم فأنت ربما يكون هناك في قصور في نفسك وفي ثقافتك. إحنا من خلال البرنامج هذا حرصنا على أن نعرف محمد صلى الله عليه وسلم من خلال طرح الدكتور عايض القري ومن خلال مؤلفاته ملهم العالم وكذلك لا تحزن. أنا أبغى أدخل وأتعمق بعد بس بعد سؤال المري عن محمد صلى الله عليه وسلم في بيته، تعامله مع زوجاته، لأن أنت ذكرت مثال يا دكتور وجلست أنا والشباب ربما تبسمنا أنه الشخص اللي يخدم زوجته ويربط لها حزام الأمان ربما يقال عنه بين قوسين وعذرني على هالمقولة أرخامه ما في خير، الحرمة تمشيه، فهمت علي؟ أنت الآن ذكرت قدواتنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان يخدم أهله، فراح أجيك يا دكتور لكن المري عنده سؤال هناك. السلام عليكم. سؤالك يا سيد. الله مساء. الله يمسك بالخير ويا مرحبا. الله مسهلا. سلمك الله. أنتم هالمحل ما يحتاج. عندي سؤال ترى عامي صاير، في ناس يحبون البل وفي ناس ما يحبون البل، ولكن احنا نبغى رسولنا عليه الصلاة والسلام ليه ميز البل وليه حبها؟ ترى الدكتور على فكرة قبل بارح كان زائر مهرجان الملك عبد العزيز وكان له مقطع اشتهر في السوشيال ميديا ربما أنتم ما تعرفون، سأل أحد الإخوة في الاستوديو فقال يا شيخ أنا من وجهة نظري بأني أرى الإبل ليست حيوان، فكان للدكتور رد عليه فانتشر المقطع في السوشيال ميديا بالملايين. إيه فالرد عاد هو أجاب الدكتور. الشباب محرومين. حمد المري ولا المري. حمد المري. شوف أولا يا حمد أولا وراعي بالتريشة. بعلمك بعلق أيوه. أنا إلى آخر أنا مصر إلى آخر قطرة من دمي على أن الإبل حيوان. حيوان. وسوف أموت على ذلك حتى ألقى الله سبحانه. أولا أنت يا حمد المري. اسمع. لحظيشة. خلي كمل. حمد المري ترهم أهل البل ونعم بهم بني مرة وقبائل. وأنا شفته قبل المغرب أنت لي مع الحوار. ها؟ اللي مع الحوار قبل المغرب؟ ايه انا وابو سعد. انت ابو سعد؟ ايه. اي شفتكم. بقمي. اي بقمي. على كل حال شوف يا حبيبي. هذا البل من عهد صلى الله عليه وسلم، امتطاها صلى الله عليه وسلم ونحرها صلى الله عليه وسلم. وهو فدى، اسمعوا قصة طريفة علشان تعلق بحبه صلى الله عليه وسلم. ترى يوم فدى اباه اسماعيل، تعرف الفدي عندنا انت تفدي بخروف وانا بخروف او تيس. ساق 100 ناقة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ولما جاء هناك هو انحرى بنفسه على ثانية يباشر صلى الله عليه وسلم. ليش فداء إسماعيل عليه السلام؟ أخذ الحربة نحر 63، لماذا 63 فقط؟ وهي 100 ناقة. عمره بأبيهم صلى الله عليه وسلم. يعلن للناس أن عمره بيكون 63. لا إله إلا الله. يوم أخذ الحربة شوف هذا ترى في المنطقة لابن تيمية والبن ماجه. رفع الحربة كانت تتسابق الناقة تأتي أي الثانية تقدم نحرها لهم كذا والصحابة جنود نحر 63 وهي تطيح ثم أعطى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال أكمل فأكمل 100 فهي بلا شك. الأمر الآخر يوم يقول أبو عبد الله أرخمة ليخدم زوجته أن يقول أرخمة هي اللي هين بنت الناس الله. ولا يكرمها هذا الفاشل والمحط والصاق نعوذ بالله اللي ما يدري انها بنت ناس وبنت عرب بنت رجال وبنت مسلمين وهي امانه في العنق لا يكرم المرأة الا كريم ولا يهينها الا لئيم. يا سلام. لئيم. والرجل هذا المتواضع لاهله حتى انا بعد ما جاوب اذا كان في سؤال اخر عشان ندخل الى بيتي صلى الله عليه وسلم. نعم. كافي هذا؟ طيب كافي اجبت عن جواب. طيب ابغى قصيده يا شباب مشاركه علي العمري تفضل علي. هي أبيات والله ماني محضرها من أول لكن يقول عطنا أرفع الصوت يا مهندس. المايك شغل؟ أدري خلنا نسأل المهندس الصوت. هي شغال تفضل. طيب يقول وما استقام على دربي الهدى أحد إلا وأجرك مكتوب بصفحته يا أفضل الخلق يا من ذكره شرف إن الفؤاد ليسلو في معيته متى ذكرتك حن القلب في وله من يعدل القلب إذ يهفو لرؤيته من يعدل القلب إذ يهفو لرؤيته
صلى عليك إلهي كل آونة إن الصلاة لجزء من محبتي. اللهم صل وسلم على فضفوك وجزاك الله خير. ذكرتنا ترى صلاتك واحد والعلماء خير من الدنيا وما فيها صلاة واحدة. اللهم صل وسلم. إذا صلى عليك الله فقد غفر لك وسامحك ورضي عنك. اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب تفضل حاتم. سؤال أو استطراد على كلامك أستاذ علي وشيخ عايض. الحين أنا قرأت من كتاب ناصر طال عمرك تقول علي شيخنا شيخنا تفضل طال عمرك. المهم أن السؤال يقول أو استطراد النبي صلى الله عليه وسلم قلت الأولى حياته الزوجية أو حياته مع منزله. في قصة ودي أنك تذكرها اللي هو قصة مع عائشة رضي الله عنها. يوم كان يريد أن غيرة عائشة معه إنه كان يريد إنه وأنت بكرام يقضي الحاجة. فيوم طلع سكرت الباب فمحلفته قالت له أحلف إنك كنت تقضي الحاجة. لا لا ما ليس بهذا السياق محترم. هو سيرته أيوة بجيبها بالصحيح. أحسنت إنك ذكرتنا بهذا لكن أنا بوردها بالصحيح يعني لا. لأن تخصصنا حديث وبشرك ما عاد نقبل كلمة. علمنا الأئمة من عهد الصحابة ما تقبل كلمة إلا بالتحقيق ولذلك ديرنا محفوظة بشركم. يقول صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صارت حتى كلمة ليس في العالم أحد مسجل كلماته وألفاظه وممنوع تزيد حرف إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا سألك يا فمشكور أنت أنك ذكرتنا. هو شوف في البيت عليه الصلاة والسلام يدخل في خدمة أهله ترى الرسول صلى الله عليه وسلم عنده غرفة من طين فيها جزء المطبخ وش تنتظر في المطبخ شيء من حطب وموقد وكدر وقعب وفي جفنه عليه الصلاة والسلام. وترى غرفة النوم في طرف الغرفة نفسها سرير من خشب بيابهم سنة. وترى المجلس هنا والمقلط فيه كله في هذا يمكن تشله كله في ظهر سيارة تدسون ولا في سيارة هايلوكس الذي طوق العالم بنوره الذي بعث في الكرة الأرضية هذا الإشراق بيابهم سنة. نام على السرير فقام صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إلى أحد لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه جبريل أن ودع شهداء أحد لأن أجلك قد دنا يعني الموت قد دنا شهداء أحد منهم حمزة رضي الله عنه. فقام صلى الله عليه وسلم فأخذ ثيابه وهي نائمة عائشة فانسل شوف من الرفق حتى تقول عائشة في اللطف كان لا يوقظني إذا قام من الليل يصلي فأنا في القبلة فإذا رد أن يسجد قال كذا على أقدامي فضممت أقدامي من ضيق الغرفة وهو يصلي صلى الله عليه وسلم هذا الذي طوق العالم دينه. قالت فإذا جاء في السحر ناظر فإن كنت صاحية تحدث معي سولف وإن كنت نائمة تركني فإذا جاء الوتر أيقظني. شيف اللطف ما يقوم لأنه هو صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ساعات أحيانا 5 ساعات 6 ساعات بس وقت الوتر إذا بقي ركعة وركعتين قالوا يناظر. هل إذا قال إذا كنت صاحي سولف معي عليه الصلاة والسلام حد يانس يعني ما يخطرك أحد وإذا كانت نائمة قام يصلي صلى الله عليه وسلم. تصور قبل ما انتقل إلى مشهد أحد عايشة إذا تراه أنه زوج وحبيب ونبي لكن تلتفت يعني تسجل الأمة اللقطات تناظر تقول قام من الليل كان أول مرة تراه نبي معصوم صلى الله عليه وسلم عند لبسه. قالت قام فأخذ السواك صلى الله عليه وسلم توضأ قالت كذا في صحيح مسلم قالت فقال كذا تحفظ اللفظات واللحظات والسكنات والكلمات ونقط. قالت فقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا في يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنا سجلت مع أبي عبد الإله هذا الحديث الله يجعله قبول والله إني جربته في حياتي من أنفع الحديث على الإطلاق. وأقسم كثير من العلماء ومن مشايخ في الخليج هنا إنهم جربوا في حاتم ومن أنفع الأحاديث. الله يهديك في القرار وفي المشكلة وفي الأزمة وفي الحيرة وفي الحيرة إذا اضطربت يهديك بإذن الله خاصة في صلاة الليل وله أثر. شوف تسجل لحظات أول مرة تراه وتبكي هي بعد وفاة صلى الله عليه وسلم حتى تبل كذا تبل صدره تقول مات بين سحري ونحري بأبيهم ثم تتحدث وتبكي تبكي تبكي حبيبها. من اللطف من المحبة من اللين أتى فيوم ذهب إلى أحد قامت من الليل ما تدري فين ذهب. قالت فأخذت عليه الباسي ومدرعتي غيره منه يعني فين بيروح يعني في الليل. فخرجت وراه فإذا هو يمشي في ضوء القمر عليه الصلاة والسلام. تعرف بيوت المدينة بيوت طين ومسارب طين بيذهب إلى أحد. فأسارت من جهة الجدار الثاني تختفي وهو صلى الله عليه وسلم أطول وتمشي. قالت فرأيت ذهب إلى شهداء أحد فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم منهم حمزة. اللهم صل على رسول. قال أشهد أنكم شهداء وأنا شهيد وسلم عليهم صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم زمانهم ودعهم بأبيهم صلى الله عليه وسلم لأنه بيبوت معدها. فلما رجعت قالت فرجعت أسبقنا في ضوء القمر واختفي في الجدار جدار الطين يعني فدخلت فأتى صلى الله عليه وسلم إلى السرير بينام كبيرتح عليه الصلاة والسلام بأبيهم صلى الله عليه وسلم. وإذا تقول هي شرف أحمان تعرف اللي يطرد
قال عائشة مالك حشية رابية، يعني حشية رابية عند العرب مالك أنت فحمانة وش اللي صار؟ قالت هي ما بتكذب صديقة بنت الصديق، الله طهرها من فوق سبع سماوات، زكاها من فوق سبع. قالت يا رسول الله أني غرت منك فذهبت وراءك بأبي أنت وأمي، أنت في شان، بدأت تبكي أنت في شان وأنا في شان، ذهبت سلم على الشهداء ما كنت أدري. قال تخافين يا عائشة أن يحيف الله ورسوله؟ أنت تخافين يعني أنا بظلم الله بيخليني أظلمك؟ والله رسولي حيف الله بيظلم وأنا بظلمك يا عائشة؟ تخافين أن يحيف الله ورسول؟ فأخذت تبكي تقول بأبي وأنت أمي، أنت في شر وأنا في شر، يعني أنت تودع المجاهدين، يعني تودع الشهداء، وأنا أحسب أن غيره بيروح عند يسلم على زوجته الثانية يسلم رضي الله عنه. أتمشى الثاني تقول تصف نفس، تقول قام صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فمسست الفراش تقول هي، فإذا هو بارد، شوف ما يوقظها علشان ترتاح. لذلك شوف يا أخي سبحان الله، بعض الناس ترى موفق ومسدد، وبعضهم سبحان الله صلف وقليل حياة، نسأل الله العافية. يدخل نمتوا صيح على زوجته وأولاده، ليش ما سويتوا قهوة وهم نايمين؟ وليش نمتوا بدري؟ يا أخي نايمين الناس، يدخل بهدوء بهم مستفسر. هنا التعامل، هذا يشوف اللطف وزوجته. فقام في ذا هي نائمة، فقام صلى الله عليه وسلم فانسل من بيته وتتوضأ وسجد في الأرض، ما في كهرباء ولا لمبة بشرك ولا سراج ولا شيء. فقالت فمسست السرير فإذا هو بارد، فأخذت عباتي تلحق يعني غيره يعني كذلك. فأتت قالت فنزلت فإذا فوقع يدي في الظلام على قدميه منصوبتاني، وإذا هو يبكي في السجود يقول اللهم صلي يصلي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك الله. أنت كما أثنيت على نفسك. فأخذت تبكي تقول بأبي أنت وأمي، أنت في شان وأنا في شان. اللهم صلي على رسول الله. تقول أنت في موضوع يسجد ويناجي ربه في الثلث الأخير مطروح على التراب بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، ويتفكر في أشياء. وش تقول من التعامل؟ يعني تعايش تصف يجي بالقدح، حين قدح كذا مرق أو سريق أو شيء ويتشرب، قال فياخذ المكان اللي اشرب فيه فيشرب فيه وهي حائض عليها العاده. شوف من الانس ومن اللطف، علشان لا يقولنا، لان بعضهم متقدر يقول بعدو كذا ليش تغسلون؟ ما انت بسم الله عليك والله ما تصح خادم لبلال بن رباحه. فقصدي يعني اللطف التعامل بابي هم صلى الله عليه وسلم. ياتي عليه الصلاه والسلام تقطع اللحم اخذ يقطع معها صلى الله عليه وسلم. ياتي يكنس البيت خدمه اهله في خدمه يكنس معها، هي تشتغل وعايشه ويكنس عليه الصلاه والسلام، يسوي المخدات والوسائل. يعني هل يقول حتى حين يضع اللقمه في فم عائشه حتى ما تضع في فم؟ هذا التعامل الراقي ما ينطق عن الهوى. يقول صلى الله عليه وسلم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. اذا ما كان في خير لاهلك امك وابيك وزوجتك ينتظرونك بلهفه ويبكون عليك، ما في خير اجل خير. لان بعض الناس الان شكى، ترى اعلن بعض العلماء هذا، وقال الشوكاني في رساله قال بعض الناس ينفش يستنفذ قواه في رضاء الناس، تجده ما شاء الله في الكشتات وفي الرحلات وفي في الاستراحات، حبيب ولطيف مع الزملاء ما شاء الله، ومتواضع ونكتي وخفيف دم وخفيف عقل وخفيف روح ما شاء الله وخفيف دين. فإذا رجع البيت شرس لأنه استنفق قواه. ليش سكيتوا الباب؟ من اللي ولع الدينمو؟ بتحقيقها؟ وليش أنت ما ذاكرت؟ وليش ما اتصلتوا علي؟ ما رديتوا على الواتس؟ قال أشرس خلق الله، وهذا كثير وشكي منه، وفي حتى في وسائل الإعلام في القنوات اتصلت نساء تقول يدخل علينا شرس، ياتي الساعة واحدة من الليل ضايع مع الضايعين في الاستراحات. طيب ولها والأسرة، الفرح من الأسرة، العشاء مع الأسرة، الأنس مع الأسرة، نعم روح مع زملائك لكن نادرا. لكن أنت إذا ما فرحت مع أسرتك وعشت اسمك خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الناس، ولا خير في من كان خيرا مع أهلي. جميل، جزاك الله خير أبو عبد الله. طيب من الأسباب اللي تقربنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا لما نتحدث وأيضا هذا الشرس مع أهله، لما تحدثت أبو عبد الله جاء في ذهني انطباع، بعض الناس يقول أنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم وأريد أن أكون مرافقة وأريد أن أكون معه في الجنة وأريد أن أستن بسنته. أنا الآن خلني أشوف شيء عملي، وهو الحمد لله الآن موفر معنا في قناة بداية، جمعية خيرية وفيها كفالة أيتام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. عندنا ما أجمل يكون قول وفعل اليوم بأنه نكون مع جمعية عروة الخيرية ونكفل الأيتام ونكون مرافقين مع محمد صلى الله عليه وسلم. إيش تعليقك؟
عن هالعمل اللي يقربنا إلى الرسول وبأن نكون كذلك مرافقين معه. أنت نطقت بالقول والآن بالفعل بالتبرع والمشاركة حتى نكون معه في الجنة. أبشركم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخبرك بطريقة سوف تكون بها مرافقا له في الجنة كهاتين. شوف الإشارة. أنت إذا نسيت التبرع تذكر بس هذا. تبغى تكون معه كذا مرافق في الجنة. نعم. والله سبحانه وتعالى رحيم. وذي أخبر صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. تكفل اليتيم ترى فروسك هذه ما تدري أنت ترى يتصل إلى بطن يتيم وتصل إلى لباسه وغذائه وكسائه ومدرسته. والله يكفر سبحانه وتعالى أهلك وأبنائك جزاء وفاقة ويجعلك رفيق لمحمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. كفالة اليتيم لا يعادل شيء، هي أصلا من أرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى إلى درجة أن الله أن الكافل هذا صفي ونجي ورفيق لمحمد عليه الصلاة والسلام في الجنة. اللهم صل وسلم. ترى أحب أقول لكم والله يا أخي أني أدركت أن الناس إنهم يبخلون في التبرع لمقامات عالية في الجنة، وأنك تجد عندهم في مقهى وفي مطعم حتى يترك الأكل كله ويأخذها في استراحة ويبذل المال ثم يرمي الأكل في الزبالة. الله مستعان. لو اقتصد يوم واحد ترى رافق محمد صلى الله عليه وسلم بتبرع واحد 250 ريال قيمة السهم. نعم. بعضهم يا أخي يأخذ ألعاب بها، وبعضهم ترى يأخذ بها أشياء بسيطة ويفنيها، وبعضهم عنده من الملابس وعنده من التغييرات، ويجد أبناء المسلمين والأيتام عري وعاينين ولكنه بخيل. يقولون أبخل الناس بخيلا عند الإنفاق سخيا مسرفا عند الإنفاق على نفسه. على نفسه. طيب وهذه الجمعية الآن يعني أبو عبد الله بداية اللقاء ويتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقدوتنا وتلذذنا جميعا بالحديث عنه عن محمد صلى الله عليه وسلم. الآن احنا عندنا جمعية عروة الخيرية 250 ريال نكون عمليا وفعليا إن كنا نحبه نشارك ونتبرع في هذا المشروع تطبيق الراجحي. الطريقة سهلة معلومة لكن نعيد، تذهب إلى التطبيق الراجحي تحويل ثم بعدها جهة خيرية ثم بعدها لو تكتب فوق عروة فقط بالألف المقصورة طلع لك جمعية عروة الخيرية ثم بعدها أيقونة الوقف الخيري. فما أجمل نشارك نتبرع، وترى تقريبا 46 ألف وحاجة متبقية فقط من إخواننا وأخواتنا لهذا المشروع الخيري. فخلونا نتقدم الآن ونكون عمليا نحب محمد صلى الله عليه وسلم، نستن بسنته، نقف مع اليتيم ونشارك في التبرع. دكتور عايد الراحمون يرحمهم الرحمن، الرحمة نتحدث عنها كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرحمة، والآن اليوم يتيم ومحتاج وفقير وكسوة شتوية وغيرها، فحدثنا وتجلى لنا في الحديث عن الراحمون وعن الرحمة وعن كيف ننال رحمة الله بالحديث عن الوقوف مع المحتاجين هنا. أولا كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الراحمون يرحمهم الرحمن، رحمة الله ما تنال إلا برحمة عبادي. رحمة عبادي ليست بمحاضرات وكلمات وقصائد وعواطف، الرحمة تكون بالمشاركة بالعمل بالمال، أنك ترحمهم يعني يصلهم الرحمة، هذه أثار الرحمة منك، ترحم بالتصرف باللين لهم. ترى في الناس طبقات فقيرة ومسكينة ومرضى وأيتام وأرامل بحاجة، كان الله سبحانه وتعالى بغنيهم وهو ملك الملوك سبحانه، لكن ليبتلينا بهم. نعم. ليبتلي هل يرى أن نرحمهم ليرحمنا سبحانه وتعالى. وأنا أريد أن أنبه عن شيء يا عبد الله، تعرفون أنه شوف التبرع ترى بأيدي أمينة وبإشراف من جهات حكومية، ليس هناك تلاعب في التبرع، لديهم ترخيص جمع تبرعات، ترخيص كذلك من الحكومة وإشراف من أناس موثوقين حتى يصل هذا التبرع، يصل للأرملة والمسكين والفقير. ترى في ناس الآن مساكين ينتظر يعني لقمة الطعام، ينتظر وجبة العشاء، تصور أنه يريد حذاء قد يعجز عن شرائها أو لباسا، وأنت مدفع بالصوف وأنواع اللباس، وهو يعيش البرد ويعيش الجوع ويعيش الظنى، فإذا أسعفته بمالك أخلف الله عليك. الخلف من الصدقة في الدنيا ثم الآخرة، ولهذا الرحمة، أنا أريد الرحمة هذه نبرهنها، يعني فين العمل؟ وين الرحمون يرحمهم الرحمن؟ يعني حتى يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم والشاة إذا رحمتها رحمك الله، القطة لو رحمتها رحمك الله. امرأة دخلت الجنة وهي بغي من إسرائيل أسقط كلبا رحمته نعم. الرحمون يقول سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كيف ارحم؟ يعني كلمات وقوف؟ لا، إدارة يرحمك الله، يرزقك الله، يخلف الله عليك، تبرع أعطهم. هو يقول لنا تعرف العلماء هو ترجمة الأفعال، هي الأقوال هي الأفعال، ولا كل ما شاء الله يتكلم كلام أنه رحيم وأنه طيب وأنه كذا، لا، هي فعل ينفذ مثل هذه الليلة في التبرع. أروا الله من أنفسكم الصدقة لهؤلاء، هم ينتظرونكم وهم تصوروا أن الله يحفظكم في عوائلكم. أنا قلت لو تعيش شعورا واحدا نعم
تصور الله يحفظنا وإياكم أنك قدمت إلى الله وعندك أبناء ثلاثة وأربعة وبنات وليس لهم عائل إلا الله، لا أم ولا أهل ولا شيء، وأنهم في جمعية ينتظرون التبرع. الله، فمثل ما حفظت أبناء المسلمين الله يحفظك ويخلف عليك ويتولاك في أسرتك، في أسرتك وينعم عليك، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من حسن سنة عمل، وهو سبحانه أعدل العادلين، وهو المنصف سبحانه، وهو الذي إنما يوفى الصابرون أجر، والمحسن يحسن الله إليه سبحانه وتعالى. فالله الله في كفالتهم أثابكم الله في مد يد العون، ويبشروا بالخلف ما نقصت ما صدقة من مال بل تزده كما أخبر صلى الله عليه وسلم، في تأكيد على الزيادة. نعم. طيب، التبرع عن طريق تطبيق الراجحي أو الأيبان من أي بنوك أخرى، وفي بطاقات إهداء ارسل لرقم الجمعية الموجود أسفل الشاشة الإيصال ويعطونك بطاقة إهداء مباشرة. اهدي من تحب، اهدي من تشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، وأيضا عن طريق الباركود صوروا وادخلوا المتجر في 10 ثواني أبل بي بشكل سريع، تتبرع وتكفل اليتيم مدى الحياة وحسناتك تمشي. سفير الوقف دغش ابن سعيد الحارثي، وش تقول يا دغش وبعدك دحا؟ طول بعمرك. أولا شرفتونا والله يحييكم، ثانيا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر. الصدقة وفضلها عظيم جدا، ف أولا الصدقة تطفي غضب الرحمن، وما قل مال من صدقة وما نقص مال من صدقة. فأسأل الله في هذه الساعة أن الله يتم ذا الوقف على خير، وأن الله يجعلنا وإياكم من فاعلين الخير، والصلاة والسلام على سيدنا. باقي 47,000 وأقل بإرادة من 250 الله. ريال قيمة سهم الفرد. نعم. تتوقع تكتمل؟ بإرادة الله الواحد الأحد، ما على الله شيء صعيب، إن شاء الله بإرادة الله الواحد الأحد. أن اليوم أنه يجينا الخبر اللي يفرحنا وياكم بإرادة الله الواحد الأحد. الله يرفع قدك دحام ضحيك ومطيري سفير الوقف الآخر. ما وراء قول الشيخ عايض قول، ولكن من باب التذكير هي من أسباب استجلاب واستحلاب الرزق، وسهم الفرد اللي هو 250، الوالدين 500، العائلة 750، سهم المتر 2000، وسهم الراحمون 20,000، وسهم الشقة 200,000. هذه من باب التذكير، والكلام في الوقف بإذن الله أننا ما احنا مقصرين فيه، ولكن عندي بيتين في الرسول عليه الصلاة والسلام من أبيات شاعرة حسان بن ثابت، يقول شاعر الرسول الله الله يقول وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم على سيدنا. أنا أقول كلمة يا أبا للأخ ناصر، وأنتم أمنوا على ما أقول. اللهم لمن تبرع وأعطى وتصدق لهذا الوقف وكفل يتيما أو أعطى فقيرا أو مسكينا أو ساعد مريضا، أن تغفر ذنبه. آمين. وأن تشرح صدره. آمين. وأن تيسر أمره. آمين. وأن ترضى عنه. آمين. وأن تيسر حسابه. آمين. وأن تيمن كتابه. آمين. وأن تسقيه من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. آمين. وأن تحفظه في أهلي وذريتي ومالي. آمين. وحالي ومآلي، وتصلح حواله يا رب العالمين، وتخلف عليه خلفا من عندك يا رب العالمين. آمين. وأن تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. هذه دعوة لعل الله يقبلها، فبادروا واستجلبوا أسباب رضا الرب سبحانه وتعالى، وابذلوا فإن الله يخلف عليكم، الله يجعلها سبب في شفاء مرضاكم، وانشرح صدوركم وذهب همومكم وغمومكم، وانشرح صدوركم ويجعلها زلفى عنده ومرافقة النبي في جنات النعيم عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الله، الصدقة لما تصدق الآن هو منفذ من منافذ الرحمة، والمسلم لا يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. هل ممكن يشفى بها المريض فعليا؟ هل فعليا ومن خلال واقع مشاهد هل ممكن يزود؟ أنت ذكرت حديث، ونحن لا 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 نخالف الأحاديث بل نطبق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الناس يحس أنه موضوع دائما مو ملموس قدام العين 100%، أنه مو بحقيقي 100%، فكيف ممكن يعني الرد على من يجيها الشك؟ هو أجور الصدقة، تصور يقول صلى الله عليه وسلم منها داوا مرضاكم بالصدقة، هو حديث صحيح، وقد صحيح. جرب كثير عبر التاريخ بالصدق، يعني تصدق إنسان بالصدق داوى الله مريضه، شاف الله مريضه، وسمعت أنا من الصالحين والمشايخ والعلماء من وقع لهم. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أنت أذنبت أخطأت عندك معاصي عندك ذنوب، طفها طفها بالصدقة. الصدقة أيضا سبب في انشراح الصدر، سبب في ذهاب الهموم والغموم والأحزان. الصدقة تكون لك يعني وقف دائم وصدقة جارية. أيضا صدق سبب إضلال الله، فإن في ظل صدقتي يوم القيامة، صدق في مضاعفة يعني زيادة مالك زيادة دخلك. يعني بعض الأغنياء في السعودية يقول أنه سألوه يعني في مقابلة،
قال والله إني ما تفاءلت بكثرة مالي إلا بسبب الصدقة، وصدق وشهد له السمناء وقال والله إن ما رأينا أكثر من صدقة. سبحان الله. قال إن الله يخلف علي خلف من عندي دائما كل ما أعطيت. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال بل تزده، يعني الصدق بل تزده، فلا تظنها ذاهبة، الله بيخلف عليك من باب من الأبواب، والله سبحانه وتعالى كريم. سبحانه سبحانه. جزاك الله خير دكتور. الآن جت رسالة تبرع بسهم اللي هو متر مربع، كم هو يا شباب؟ 2000 ريال. وتحية لمن تبرع وشارك في جمعية عروة الخيرية، غفر الله لهم، غفر الله لهم وقبل منا ومنهم. إيش معنى الصدقة برهان يا دكتور؟ إنما نقول صدقة برهان. الصدقة برهان دليل على إيمان صاحبها، لأن المنافق ما يتصدق. المنافق ما يتصدق. لا يتصدق. لا يغرك ترى، قد يضيف وينحر 10 من البل و40 خروف هياط، ولكن صدق. قالوا إيش دخلنا فيهم؟ وإذا قلتم قالوا إيش أنا مسؤول عن الأيتام؟ قلنا بغى 100 ريال للمسجد. لكنه الكذاب الفاجر ما عليه البهرجان بشرب كذا، يعني مفاخرة. إيه؟ المنافق لا يتصدق. سبحان الله. المؤمن هذا سبحان الله، حتى تجد المؤمن ما يجي في المظاهر كذا، لكن ما شاء الله عنده نفقات ويده سحاء تعطي. جميل. هنا تبرع من أبو سعد، يتبرع بمبلغ 750 ريال، اللي هو سهم إيش؟ سهم الأسرة. تحية طيب عافية على هالمشاركة. وكذلك تبرع من أبو محمد أو أبو سعيد بمبلغ 500 ريال، اللي هو سهم الوالدين، كتب الله أجرهم ما شاء الله تبارك الله. وهنا كذلك تبرع من خالد المطيري بسهم الفرد، اللي هو كم؟ 250 ريال. كذلك هنا ما شاء الله تبارك الله من محمد العيسى، يتبرع بسهم الأسرة، حتى الله يحفظ أسرنا. والدكتور قبل شيء تحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أسرته، فالناس اتجهوا إلى سهم الأسرة، اللي هو كم؟ 750 ريال ما شاء الله تبارك الله. تبرعات كذلك الآن خلال دقيقتين ثلاث دقائق، ترى التبرع سريع يا شباب، هذا ميزة يا دكتور. الأول كان الناس يروحون الصرافات يمسكون سرعة، الآن في 10 ثواني أبل بي دخول، تدخل مباشرة وتتبرع وتشارك وترسل إيصال للجمعية حتى تنال بطاقة إهداء، وتنال كذلك وثيقة تأسيس مثل صك العقاري وغيرها، تحطها عندك تنبسط بها كل فترة، كأنك ملكت إن شاء الله برحمة الله شيء في الجنة بمرافقة محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور، يعني من يتبرع بنية شفاء مريض؟ من يتبرع بنية صلاح ذرية؟ من يتبرع بنية مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وش يقول لأبو عبد الله؟ وهذه نية المتبرع بالأشياء هذه تتحقق له. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والله كريم يعطيك على قدر نيتك زيادة على الثواب. جرب سبحان الله أنك تتبرع، طلب الثواب بزيادة الرزق، الله يزيد رزقك. شفاء مريضك يشافي مريضك، زيادة همك، وإن تبرعت بهذه النية الله يجمع لك سبحانه، لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والله لا يقاس كرم بكرم عباده، بل هو أجود الأجودين سبحانه وتعالى. شوف سبحان ربي، بعض الناس يفتح عليهم في أسباب هذا يعني الفضل والإحسان، ولذلك جند نفسه لفعل الخيرات. ولولا أني أنا ما أريد أن أسمي أسماء، ما أذن لي، ما سمحوا لي أن أسميهم. نعم. لكن والله الشيخ أنه مضرب المثل كأنهم من الصحابة. الله. وإني أعرف ناس إنهم يأخذون الحب للطيور واللحم للقطط والكلاب، وإن بعض صور وبعض في الجمعيات في محافظات في اليوتيوب، محافظة السعودية أكرمت رجلا في 90 ياخذ اللحم ويروح به الى الشعار، الله اعطاه صحه خير، ويعطيه الكلاب والقطط والحب للطيور والحمام، وان عنده وايت هذا يعبيه ماء ويوزع للعجائز في ويت، ويوزع على المساجد خزان المسجد، وان يده سحاء ما يواجهك الا في خير. واعلن هذا اسمه يعني معروف. وان نعرف في الرياض اناس ما يريدون ذكر اسمائهم، وانا قد قلت لك اظن يا ابو عبد الله انه ياخذ ديدسن الصباح يوم الخميس ويصوم يوم الخميس، لان ابا بكر في الصحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال انا. لابد يجاوب، ما هي امراه هذه، ما هي برياء. قال من عاد مريضا؟ قال انا. قال من شيع جنازه؟ قال انا. قال من شيع جنازه؟ من عاد مريضا؟ من تصدق بصدقه؟ قال انا. قال ما اجتمعت في امرئ واحد في يوم واحد الا دخل الجنه. الله. في رجل في الرياض في يمكن فوق 80، نعم، رجل صالح عنده ديدسون يعبيها يوم الخميس من الأرزاق، ويذهب إلى أحياء فقيرة خاصة العمالة، ويكون صائم ذاك اليوم، ثم يمر المقبرة يسلم، ويأتي في مسجد الراجحي مدري الظهر أو العصر يشهد الجنائز، ويمر أي مستشفى بدون معرفة مرضى للمسلمين فيسلم عليهم، ويأتي قبل الغروب ويقرأ المصحف ويفطر مع عياله ذاك اليوم، فيجمع هذه كلها حصائد. وتجد العاطل الباطل هذاك مطروح مرمي في استراحة ولا في شيء، غافل حتى يمكن يخل بالصلاة، وتجيه الأرزاق والأطعمة، ثم تجد العواقب، إما كآبة إما مرض
إما ضربات مالية إما أزمة، نسأل الله العافية. في أخواني بادر والله إن العمر قصير، وإذا ما نفعك مالك عند الله وفي مقام في الجنة ودافع عنك، فماذا تريد يعني؟ أسأل الله أن يجعلها سببا للشفاء والعافية ومرافق السيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. أنت قبل شيء أبو عبد الله تذكر لنا أمثلة، أبجيك الدوسري لأني وعدتك البارح في أمر تبغى تذكره لنا، لكن جالس أذكر بعض الناس وبعض الأشخاص تقول ما ودي أذكر أسماءهم. أنا اليوم خلني أسأل أبو عبد الله، هو بلغ من العمر يعني فوق 60 تبارك الله، الله يطول عمرك على أطاله. دانش أنا قد قلت شباب وقل ما شاء الله ما شاء الله. لا هو سبب يا شيخ، أنا سبب شبابي هذا، حتى بعضهم يقول كأنك في 28 عمري، هو لأني أسوي رياضة ما شاء الله، وبعدين قرأت كتاب لا تحزن ما شاء الله، وبعدين أشرب الماء كثيرا، وتجلس مع ناصر الغامدي حتى ما هو حتى ما هو مصدق بعضهم أني فوق 30، هذا من فضل الله عز وجل ما شاء الله تبارك الله. قولوا ما شاء الله لأن العين حق يعني ما شاء الله، وأنا دائم أخاف من العين، حتى إذا نزلت في المطار أو في مكان أقول ما شاء الله، قلت من الناس ينبهرون إيه؟ وهذا من فضل العري ما هو مني أنا، رشاقة نعم ما شاء الله تبارك الله. طيب عبد الله شوفك تمشي يعني يوميا، يكون في تواصل بينك، شوفك ما شاء الله تمشي يوميا ساعة حولها ساعتين، ساعة 40 دقيقة أحيانا 30 دقيقة على حسب ما شاء الله. هل وجدت الفرق يعني في الموضوع المشي؟ ثلاث عليك تركز عليها في اليوم، إيه؟ اشرب الماء كثيرا، الماء مجانا بشركم ما شاء الله، واجعلنا من الماء كل شيء حي، شوفني أشرب وأنا جالس. الثاني التسبيح الدائم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، خلك مسبح دائم، بعضهم ترى يسولف أبشرك سبع ساعات ولا يسبح سبحان الله وبحمد المياه، سوالف كله فاضي، كلام فاضي، يتصل ونكات وفيديوهات وسقطات والتفاتات ولكنه لا يسبح. الثالث المشي، اركض برجلك هذا مغتسل بارد ومشرب، المشي المشي. انا في المانيا سويت طبعا نص مفصل في الركبه، يقول لي طبيب اسمه قطني الماني قال امشي مثل ما يمشي العسكر، يقول مترجم مثل الجنود، فاخذ يمشي قدامي في السيب، وهو الرجل الطبيب الالماني فوق السبعين، أصابعه مثل الزرادية، لا إله إلا الله، حتى ما يطلع الأسانسير يطلع يصلح عنده درج ترنك يطلع ويداوم قريب، يداوم بلا سيارة كانوا حديد، يمسك يدي خلاص بهلا، تعرف بجلنبو جلنبو إيه. ولذا يقول ليش أنتوا كذا، لأنه يقول وش السبب أنت يعني، أنت تتربع يعني، يقول مترجم أردني قال ليش هو، أنا كنت أتربع في الجنوب أربع ساعات أقرأ إلى خمس ساعات ما شاء الله، شوف صار احتكاك. ولذلك جلستكم هذه هي الطبيعية، في بيتك ظل يجلس كذا ما تتربع في الأرض، هذه فائدة ثانية. أنا متربع أنا محيوس وضعي، وأولادك أي وأولادك خلهم كذا يجلسون، والبنات كذا ما يجلسون يتربعون دائما التربع، يقول أنتم هنا في الخليج وفي السعودية خطأ جلستكم عشان مفاطيح يا شيخ. هذا موضوع ثاني موضوع ثاني. طيب الآن ما شاء الله يعني وصلتنا تبرعات على المتجر وكذلك عبر تطبيق الراجحي في البنك، أقرأ بشكل سريع خلال ثلاث دقائق لأربع دقائق حتى أوضح بأن في سهولة في التبرع لجمعية عروة الخيرية، هنا تبرع بسهم الفرد 250 ريال وسهم الأسرة أو عفوا سهم الوالدين بكم يا شباب؟ 500 ريال، وهنا 150 ريال، وهنا 250 ريال، ثم 250 ثم 250 ثم 100 ريال. تبرعات كثيرة في المتجر وتطبيق الراجحي، فيا أهل الخير هذا المتجر عندكم وتطبيق الراجحي عندكم عن طريق الأيبان من بنوك أخرى، أرقام الحسابات أسفل الشاشة والباركود، صوروا وخلونا أنا وإياكم نكون مع الركب ومع الجماعة ولا نتخلف حتى يكتمل هالمشروع ونسعد الأيتام والمحتاجين، ومثل ما بدأنا الحلقة عن محمد صلى الله عليه وسلم بأن نرافقه، تراك إذا كفلت اليتيم مثل ما ذكر الدكتور عايد القرني قبل قليل سترافق محمد إن أنت كفلت يتيما، وهذه الجمعية عندهم أيتام كثير، أنت بتكفل ب 250 عن نفسك وعن والديك ب 500، أسعد والديك ببطاقة إهداء من خلال تواصلك مع رقم الجمعية أسفل الشاشة. أسأل الله أن يسعدكم ويحفظكم. الدوسري أنا وعدتك لك قصة أعتقد، وقلت ما راح اقولها حتى يكون الدكتور عايض القرني موجود، ها هو الدكتور محمد الدوسري تركي بن تركي الدوسري ما شاء الله. اول شيء الله يحييك يا شيخ. سلام. الشيء الثاني الصراحه انا ودي استغل هذا الموقف واوجه نصيحتي. النصيحه الاولى هي عن والدي. ما شاء الله. انا توفى ابوي الله يرحمه. الله. وانا صغير ما شفته، الصراحه اني كنت اتمنى اني اجلس معه وانه يوصي تركي روح سوي كذا وسوي كذا عشان ابري. الشيء الثاني اللي هي عن الصدقة، فأنا أوجه رسالة لأخوي مفرج أنه يتبرع عن نية أبوي الله يرحمه، ونصيحة لكل واحد دام أبوك عايش خلك معه، لأن
الله يجزاه خير. كمل. الله يكتب أجرك ويبارك فيك. أسأل الله يغفر لوالديك ويلحقك بوالديك بعد عمر طويل، ويجمعك بهم بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ويجعلك رفيقا لسيد ولد آدم. نيتك واصل يا حبيبي في البر، ترى نيتك تبر أباك بتصدق وتبره بالدعاء وتبره أيضا بحسن العمل، وأبشر بما يسرك. لعل الله يغفر لك هذا الموقف ويجعله في ميزان حسناتك. دكتور، الصدقة للميت هل تصله؟ هل يعرف الميت بالصدقة أنها تصله؟ يعني مثلا محمد تركي الآن يقول أهدي والدي وهو في قبره رحل من الحياة، هل يسعد بتلك الصدقة؟ هل تبقى له في ميزان حسناته وهو في قبره؟ نعم، هو أرواح الأموات المؤمنين أرواحهم موجودة وتتزاورون. وابن تيمية يتكلم عن هذا، وفي كتاب الأرواح كتاب الروح لابن القيم ذكر آثار السلف. الله. ويبشر بالصدقة، يبشر بل يحدث إن ابنك استقام فلان، وإن ابنك تزوج، وابنك فلان بنى، فيستبشر ويفرح ويصله العمل الصالح. ويقول كثير من الصالحين لما ذكر، تعرف حتى كتاب نبي الدنيا وابن القيم وابن تيمية جاوب آثار السلف، يقول والله إني حتى بعض الصالحين إني رأيت أبي لما تصدقت متبسما وكان يبشر. يقول نتصلكم هدايانا. وتقول أم صالحة، يعني تقول بنتها كانت متصدقة، تقول والله إن ألطافك وريحانك يصلني دائما وزهر، قالت قلني أصدق عنها. الله أكبر. لا إله إلا الله. فأنت لا تنسى والدك ولا تنسى أمك حتى ولو كانوا أحياء، تصدق عنهم، هذا أعظم البر. ترى ما هو بالبر يا حبيب أنك تطبع قبلة في الصباح على كف والدك ولدك ثم تطير ولا يرونك 24 ساعة. هذه هذه بس ترى الشكل. جميل جميل. البر وليس البر يا حبيبي أن تكون خادم وقت الخدمة، كريم وقت الكرم، تتبرع عنهم، تكفل عنهم، تقول هذا عن والدي. إما بعض الشباب شوف الصورة بهلواني يجيك يمشي بسرعة يمر بك الصباح، قال الله يصبحك بالخير عندنا تراني مشوار اليوم، ولا تراه مرة. يمرض المريض أبوه ما درى، يبغى أبوه صدقة ما تصدق، يبغى خدمة ما خدم، يبغى شيء ما. طيب فين البر؟ وين الخدمة؟ يعني كلام بس. الله أكبر. أنت الآن ذكرت الإهداء بعد الممات، فتاة تبرعت وتصدقت فوصلت الرسالة لأمها وهو في قبرها ورأت رؤيا، صحيح؟ وهذه هدايا لمن هم خارج أو تحت الثرى. فما بالكم اليوم عندنا نقدر بفضل الله أن نهدي أبائنا وأمهاتنا وهم على قيد الحياة بصدقة، بطاقة إهداء ووثيقة تأسيس مع الجمعية. تواصلوا يا جماعة مع الجمعية، خذوا بطاقة تأسيس، خذوا بطاقة إهداء واهدوها لمن تريدون، آباءكم أمهاتكم. وأيضا كما ذكر الدكتور في الرؤية وصلت تلك الصدقة للأم في قبرها، وكما ذكر الدكتور أن ابن القيم يقول أنها تصل مثل هذه في الصدقات. في مسألة محب أنا. طيب. أنا أريد من المشاهدين أن تفاجئ والدك ووالدك الأحياء حتى الأحياء بأنك تقول هذا الإيصال تصدقت عنكم على نيتكم، ويفرحون يا دكتور. هذا أحسن من عند الكثير مؤمنين، من أحسن من أنك تأتي لهم بشيء بكسوة ولا شيء، قال هذا وصلته وكفلت يتيما وأعطيت على نيتكم. يا الله يا سلام. طيب فيه بعد الأذان يا تركي بنرجع لك إن شاء الله وبناخذ مداخلتك. أذان مع دحام الضحيك ونعود من جديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والطاعة آتي سيدنا محمد الوسيلة فضيلة بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حياكم الله مشاهدينا من جديد مع لا تحزنوا مع الدكتور عايض بن عبد الله القرني. احنا بنحط بين الاذان والاقامه بعض من اسئله الشباب مشاركاتهم، فاستاذك دكتور ترك الدوسري كان عنده مشاركه قلت له بين الاذان والاقامه. تركي عطنا العلم. انا الصراحه اوجه رساله لاخوي مفرج بن مشبب انه يتبرع بسهم عن ابوي الله يرحمه ويغفر له، امين يا رب، وسهم ثاني عن ام حاتم الفريدي الله يرحمه ويغفر له. والشيء الثاني نصيحه لوالديه عايشين، اجلس مع ابوك وروح معه، ترى هذه فرصه، يمكن ابوك يتوفى الصبح تقول يا ليتني بريت فيه، انا كنت اتمنى انه عايش والله، لكن هو محتاج مني للساعه ذا الكلام، محتاج مني وحده اللي هي الصدقه. ولو ابوي يرجع للدنيا صدقني ما يقول بشوف تركي ولا ام عيالي ولا عيالي، لا بيروح يتصدق. فتصدقوا عن والديكم الاحياء منهم والاموات. الله يبارك فيك ترفع قدرك وتجزاك خير على هالكلام الجميل. رحم الله والدك وجميع موتى المسلمين. تفضل. احنا سعيدين تواجد والدنا الفاضل ولكن والدينا ما هم بحاجه الاشياء الدنيويه، الارض لو تعطيه ارض تعطيه سياره امك وابوك تبي تروح بالدنيا تبقى، ولكن 500 ريال هذه كفيله انها تبقى الى يوم القيامه اجر ومثوبه عند الله، وممكن 500 ريال هذه تبني أوقاف أخرى. لذلك أي شيء بالدنيا هذه زائل، لكن دوروا ما عند الله، أطفئوا نيرانكم، أطفئوا نيران آبائكم، هذا البر الحقيقي أنك تصدق وتقف معهم بالشيء اللي هم يتمنونه منك. هم وصلوا ممكن أكثرهم إلى أعمار ما هم بحاجة الهدايا العادية، ما هم بحاجة شيء قيمته 50,000 ومئة ألف، هم بحاجة إلى وقف، إلى شيء يبقى معهم يوم القيامة، يدخلوا قبورهم ما تدخل معهم إلا أعمالهم، مو بس الآباء، حتى حنا أنفسنا الأبناء والأخوان والأخوات. اليوم الدنيا سريعة والعصر سريع، لذلك أحث الجميع أنهم يتصدقون وبالذات والديهم. أنا أوصيكم بالوالدين إحسانا، وهذا أفضل إحسان أنك تصدق عنهم وتقف معهم بالوقفة هذه اللي هم يتمنونها منك. شكرا يا حبيبي، الله يبيض وجهك على كلامك الجميل. طيب في تبرعات دكتور تسمح لي بس أنا أقرأها. هنا تم تحويل 100 ريال من أبو صالح، وأم عمر تبرعت بمبلغ 300 ريال وقل نرجو من الله القبول وبارك الله فيكم على هذا الموقف. السلام عليكم ورحمة الله، تبرعت بنية والدتي ووالدي، نرجو منكم الدعاء لهم بالشفاء، وتبرعت بسهم الوالدين 500 ريال. دكتور عايض، هذه الأخت وأمثالها ممن يتبرعون لوالديهم بنية الشفاء أو للمريض اللي عندهم، فماذا ستقول؟ ودي بدعوة كذا مختصرة جميلة على الله سبحانه وتعالى بين ذلك يقام، وهو موطن إجابة الدعاء. أنا أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الاسم المقدس المطهر أن يغفر لكم والديك وأن يشافيهم ويعافيهم. آمين يا رب. وأحسنت بين الله وجهك ورضي عنك وعن والدك. شوف هذا الضيافة أحسن من أن تقدم لهم طعامهم مرضى. الآن الله سبحانه لطيف بعباده، داووا مرضاكم بالصدقة وهو سبب بحول الله في شفائهم وهو بر أيضا. وأنا أسأل الأخوة جميعا، أي والدك الحمد لله والدك في الغالب عندهم غذاء عندهم أكل، لكن هي الأفضل أن تحضر لهم طعاما زائدا ب 500 ريال أو تأتيهم تقول أنا كفلت أيتام على نيتكم ليوم الدين الله، لتكونوا مرافقين لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. أي إكرام هذا، أجل وأعظم. الله يكرم كل من أكرم والديه سواء أحياء أو أمواتا، ويجعلها زيادة في رزق هذه الأخت وأمثالها من المسلمين والمسلمات، وهنيئا لهذا البر. طيب سالم الدوسري هنا يقول أنا أبغى دعاء من الدكتور عايض خاص، وأتبرع بقيمة متر مربع اللي هو كم يا شباب؟ 2000 ريال. الله يكتب أجرك يا سالم، وتحية سالم الدوسري. أخي سالم الدوسري الله يسلمك من كل أزمة ومن كل هم وغم، ويعري حظك ويغفر ذنبك وبيض وجهك ويجمعك بوالديك في الفردوس الأعلى، آمين مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك
وبارك الله في حلالك ومالك وجعلها مخلوفة عنده سبحانه وتعالى. آمين يا رب. خالد الشهري يقول سهم الأسرة يتبرع به بكم سهم الأسرة؟ 750 ريال. شكرا يا خالد الشهري. خالد يخلف على خالد ويبارك في حلاله وماله ومآله ويغفر له الوالدية. آمين يا رب. هنا تبرع بسهم الفرد 250 ريال. يبغى دعاء خاص من الدكتور اللي يقول لي ولوالدي وزوجي، أو هي امرأة وتقول أبنائي. الله يخلف عليها ويحفظها في أهلها وزوجها وفي ويغفر له ولوالدها ويجمعها بأسرتها في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. ترى تقريبا إن شاء الله أن قربنا على 646 ألف سهم، يعني 46 ألف واحد من إخواننا وأخواتنا الآن دكتور يشاهدوننا. لو دخلوا التطبيق خلال دقيقة من 250 ريال أو 500 ريال عن والديكم أو 750 ريال عن أسرتكم أو كفالة متر مربع مثل سالم الدوسري وغيره مما تبرعوا بكفالة متر مربع ب 2000 ريال، يعني واللي تقدر عليه، كل إنسان بحسب قدرته واستطاعته، أو النشر. ومن أراد تطبيق أو من أراد بطاقة إهداء يتواصل مع الجمعية، رقم جوال مسفر الشاشة. عندك سؤال اتصل، عندك تبغى معرفة الأرض وين هي بيعطونك اللوكيشن تروح له، ما في أكثر من كذا، وضوح وشفافية. تبغى وثيقة تأسيس ارسل في الواتساب، ارسل إيصال بطاقة إهداء حتى يكتبون اسمك واسم الشخص اللي تهدي عليه، ارسلهم الإيصال يرسلوا لك في الواتساب. يا زينة من تعامل ورقي، ترى الكول سنتر عندهم شغال 24 ساعة، يعني على طول هم معكم، تواصلوا معهم وبإذن الله كلنا نسعد في هالبرنامج. أنا ما ودي بعد 100 يوم 80 يوم، أنا ودي والله بركات إن شاء الله الدكتور عايض وجوده ودعواته نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا، وآبائنا وأمهاتنا، وفي ناس لو أقسموا على الله لأبرهم واستجاب دعائهم. ندعو كلنا لكل من تبرع وشارك، ترى الموضوع بسيط، وقوم من تعاون ما دلوا، كلنا تعاون علشان هاليتيم نرحمه ليرحمنا الله، وحنا محتاجين رحمة الله ونبيها، لكن فتح لنا المجال والشيطان احيانا يبعدنا، احنا نبغى نقرب. سلطان الصباح. اول شيء هلا ومية هلا، والله اللي شرفتونا نورتونا، اثريتنا يا شيخ عايض بالحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، وتحدثت كذلك عن الوالدين، الله يجزاكم خير ويرحم والديكم. الوالدين شيء نعمه علينا كلنا. انا حيين اللهم لك الحمد، ولكن 15 يوم والله العظيم من الشوق لا يعني به الا الله. اي والله اني اقولها صادق، الوالدين رحمه. اي والله يعني من هذا الحديث يعني وانطلقت فيه اتبرع باسم الوالدين. الوالدين الله يخليهم لي ان شاء الله ويطول بعمرهم، والله يجزاك خير ويرحم والديك يا شيخ عايض. الله يبارك وجهك، الله يجزاك ويسعدك ويغفر لك ولوالدك، واسال الله يجعلك بارا بهم في حياتهم بعد وفاتهم بعد عمر طويل، ويجمعك بهم في الفردوس العالم. الله يجزاك خير. الله احسن ضيافه قدمتها لوالدك. الله يجزاك، غفر الله لنا. عمري عندك مشاركه او سؤال او ايش بتقول؟ مشاركه وبيتين بس اختم فيها. انا اقول يا هنيه اللي ربي يوفقه ويتبرع في الوقف. يا اخي غير انها تكون في دنياك تجلب الرزق وتجلب السعاده وتكفيك الهم وتقضي عنك الدين وتبعد عنك الامراض والاحزان، وفضلها ايضا يوم القيامه يعني باب من ابواب الجنه، باب الصدقه. وسبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل تصدق بماله فاخفى شماله ما تنفق يمينه، وفيما معنى الحديث. فيكفينا عن هذا كله انك تكون مرافق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ويقول فيها كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبه ونعيما، يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير، جعل ميزان حسناته. آمين يا رب العالمين. سببت في الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، وابشروا بإذن الله بالخير. من أهل الخير يا دكتور والشباب جميعا، لأن كلنا مع الأيتام ومع المحتاجين ومع الفقراء، خصوصا ايضا احنا في الشتاء الان يحتاجون كسوه شتويه السنه هذه وسنوات قدام. الجمعيه الان يراسلوني ويقولون ما شاء الله تبارك الله في اتصالات، في ناس يطلبون بطاقات اهداء كثر، يشكرونك دكتور عايض، يقول اسال الله ان يجعل ما قدم ميزان حسناتك. وانت الان تقف معهم في عمل الخير لاجل ان يكتمل هالمشروع اللي هم يبغون يفرحون فيه حتى يكون له ريع لصالح اليتيم. وش بتقول يا دكتور تجاه عمل الجمعيه وتجاه الان اللي يقولون الجمعيه تواصلوا مع ناس بالالاف ويطلبون بطاقات إهداء يهدونها من يريدون بالآلاف عبر الواتساب؟ أولاً أشكر أهل القائمين على الجمعية وقربي الله وجوهكم على أنكم جنتم أنفسكم في سبيل الخير وكنتم محل الثقة، لأنه طبعاً يعني هؤلاء موثوقين وما وضعوا في مكانهم من الدولة ثم من يعني ثقة الناس إلا لأنهم بررة أتقياء أوفياء. ف
فشكر الله لهم هذه الجهود. هنيئا لمن يتوظف في هذا المجال، لأنه جمعه للتبرعات، توزيعه للتبرعات، توزيعه للأرزاق، إصرافه على الأيتام، وصوله إلى الفقراء والأرامل، أجر وعباد أعظم من نافلة في المسجد ترى. يا سلام، هي هذا النفع المتعدي. فهنأوا واطمأنوا أحبتي في جمعية أروى وفي غيرها من الجمعيات، تراكم أنتم مجندين أنفسكم، وترى الله بيحفظكم في عوائلكم ترى. صحيح. الناس في 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 مساجدهم وفي عبادتهم، والله في قضايا حوائجهم سبحانه وتعالى، يا الله، محفوظين وماجورين بحول الله ومسددين، وتقبل الله منا ومنكم ومن كل من تبرع واعطى. امين يا رب العالمين. التبرعات بدات تتوالى من الجمعيه، وكل الشكر والتقدير لاهل الخير. الله لا يحرمكم الاجر، والله انكم دائما تجملوننا وتجملون انفسكم امام الله سبحانه وتعالى. وتنالون باذن الله ورحمته الرحمه منهم، فالراحمون يرحمهم الرحمن، والايتام وغير المحتاجين يحتاجون وقوفكم حتى انكم تسعدون وترحمون من ربي سبحانه وتعالى. السهم 250 ريال، ترى باقي لنا 46 الف سهم، وشيء بسيط 46 الف واحد الان منكم انتم اخواني واخواتي اللي تتابعون، تدخلون الان تطبيق الراجحي جمعيه عروه الخيريه بالالف المقصوره كلمه عروه، تكتبها تطلع مباشرة تبرع، أو الأيبان أو الباركود اللي أسفل الشاشة هذا، صوره وادخل المتجر في 10 ثواني، وما جاكم علي، صدقوني تتبرعون في 10 ثواني وعشرين ثانية بالكثير. 46 ألف واحد من إخواني وأخواتي، تكفون نبي الوقف هذا يكتمل. خذوا بطاقات إهداء وتواصل مع رقم الجمعية إذا في سؤال أو استفسار. الذيابي لك كلمة. ما تشوف كلفه لنفسكم، الله يجزاهم خير. هم جايبين لك يا دكتور، بس انت مستعجل الله يجزاك. مساعد عنده هديه مقدمه اعتقد. تصدق اني حطيت هنا اللطيفه، قلت ما احتاج كلف نفسكم، وش حطها ضحكه وطلع حقيقه. الله يرحم والديك ويطول في عمرك. امين. تعال كذا، افتح مايكك اول شيء. انت ممثل ولا منشد؟ تفضل. اول شيء يا شيخ عايض الله يطول في عمرك، انا ممثل متجر كارديال في القريه للساعات. للساعات، وهذه هدية ساعة الماس. تعرف كارديال يا شيخ؟ الله يجزاك. صرناها من وياك قبل مزرعتهم. والهدية ما ترد حفظك الباري، وجزاك الله خير. عفاك الله يا شيخ. ولأني أنا بأخذها لأن خناصر تعرف يأخذ الحين هدية خفيفة. والله أنك تستاهل. الله يجزاكم بالخير ويغفر لنا ولكم. شكر الله لكم. تابكم الله. الله يرفع قدرك. كثر أولاً الله سبحانه وتعالى يجعل أعمالنا خالصة للوجه، والهدية على قدر ما يهديها، وأنا قبلت الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وأثيب عليها بالدعاء، جزاكم الله خير. بيض الله، يعني ما راح ترد لها بهدية شيخ للدعاء؟ بحول الله. أنا عندي إن شاء الله، بس بيني وبينهم يعني خاصة. الذيابي بجيك، ما راح أختم لنا، أجي كما وعدتك. الذيابي الله يمسيكم بالخير، أول الله يحييكم جميع. سلمكم الله. والله أنا أقول الصاد، لكن على طاري أول يوم سألك أبو عبد الله أستاذ ناصر، قال هل الميت يعلم أن في ناس يتصدقون عنه؟ هل الميت، سؤالي أنا، هل الميت يعلم بحد أن أحد زاره مثلا في القبر أو عند قبره؟ هذه موجودة في كتب أهل السنة والجماعة بنقولات، يعرف أنك زرته وأنك سلمت عليه وأنك وصلته في قبره، لأن أرواحهم موجودة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن أرواحهم موجودة. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي في بدر في الصحيح أنكم ما أنتم بأسمع لي منه، يعني منهم أنهم يسمعون لي لما قال صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمؤمنين؟ وذكر أهل العلم أن مطرف بن عبد الله بن الصغير مر بالمقبرة فقال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بعد ما سلم قال فرأيت في المنام أحد الصالحين على من الأموات، قال يا مطرف مررت اليوم؟ قلت والله إن نتمنى أن نعود في الدنيا لحظة لنقول لا إله إلا الله حيل بيننا وبينها. وقال لا تحرمنا من مرورك علينا، فإن الله يخفف علينا بمرورك بالسلام. يعرف والدك ووالدتك وأهلك أنك سلمت عليهم وأنك دعوت، ويعرف أهل القبور أنك زرتهم، هذه حياة برزخية بالأرواح أثبتها. ومن قرأ كتاب الروح وكتاب ابن تيمية في هذا، حتى لو بحثت حتى في جوجل تجد منقولات أهل السنة. فنسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويجعل قبورهم روضات من رياض الجنة. آمين. وأن يغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. دعاء في الصلاة، زيارة وعيادة، زيارة للمقابر، الصدقة تصلهم من أعظم شيء. الله أكبر. تقولون عجوز طبعا سبحان الله، تقدمت وأخذت بنتها حفرت لها بئرا، وأنا أعرف من ذهب يحفر البئر من الصالحين يمكن تعرفون. يقول والله إنها رأت أمها في المنام، قالت والله إني لازلت أسقى بالبئر كأنك تسقيني من ظماء. الله، يحفر لها بئر برا، يعني حفرت لها بئر برا، تصدقت عنها، قال كأنك تسقيني السقيا. فأسأل الله يغفر ويرحم. ما عند الله، هو سبحانه لا يضيع شيء عنده سبحانه. ويقول ومن يقترف حسنة نزيد له في حسنة، نحبرها له ونبهرها لهم. فهنيئا لمن أعطى وبشرك أنها خير. أنا لو عددت أجر الصدق يمكن 20 بابا،
من الصدقة، من شراح الصدر وتكفير الذنوب وذهاب الغموم وتكفير الخطيئات ورفع الدرجات والخلف من الله سبحانه وتعالى ومداواة المرضى ومرافقة سيد بلدان في الأيتام بأبيهم مسلم. طيب دكتور، الآن لما تتكلم عن الأموات أنا جاء في بالي تأمل أن الله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. هو يبغى يرجع علشان يتصدق فلا يستطيع، لكن إذا تصدق عنه ابنه ولا بنته ولا قريبة فهي تصلة، فكأنه لبى رغبته، هو يبغى العودة ولا يستطيع، فهل ممكن هذه تلبي رغبة الصدقة؟ يقولون ما ذكر في سكرات الموت إلا الصدقة، لأن الناس أبخر شيء بأموالهم، يمكن قال سبع تسبع يمر، لكن لما ذكر الصدقة فأصدق لعظم أجره، لما رأى سكرات الموت رأى أن الصدقة من أعظمها. سبحان الله. فكيف تخرف على والدك؟ تتصدق عنه وعن أمك، خفف عليهم يا أخي، اصلهم بهدايا سواء حي ولا أموات، اتحفهم يا أخي، ضيفهم يا أخي، والله إن أعظم من سفرة تمدها لوالديك وتجمعها للحي عليه، لأنك كفر. بشرهم يا أخي، قول هذا عن الأيتام عنكم صدقة جاري، توصلهم وتوصل مدرحة، هذا أعطيت الأيتام، أعطيت الفقراء، أعطيت المساكين، تصلهم، وفي الأحياء بشرهم أنت. لا إله إلا الله. جميل. طيب هنا بقرأ، بس اسمحوا لي يا الجمعية، في رسائل كثيرة تبرعات، لكن علشان الوقت، تبرع بسهم الأسرة اللي هو كم يا شباب؟ 750 ريال بنية شفاء أمي وأبي وجميع المسلمين، ونريد من الدكتور عايض أن يدعو لهم كذلك، دعاء مختصر. الله يغفر لهم ويرحمهم أحياء وأمواتا، ولهم ولذريتهم، ويجمعهم بوالديهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لكل من تبرع وجميع المسلمين، آمين، وارض عنهم وتولى أمرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه التبرعات والصدقات كفارات لهم، آمين، ودفعا للهموم والغموم والأحزان، وسببا في النجاة يوم العرض الأكبر، وسكون جنات النعيم، ودخول آمين، الدخول مع سيد ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. أبو مصعب يتبرع بسهم الأسرة اللي هو كم يا شباب؟ 750 ريال، يقول عني وعن أسرتي ووالديني دعواتكم لي لهم بالشفاء. الله يشافيهم باسمه الأعظم، باسمه الأعظم، أن يجمع لهم بين الأجر والعافية، ويشافيهم شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. تبرع بسهم الفرد اللي هو كم؟ 250 ريال من مشاعل، وتدعو كذا، تقول دعواتكم لوالدتي بالشفاء. الله يشافي أمها ويبارك فيها ويجمع لأمها بين الأجر والعافية، ويلبسها لباس الصحة والعافية، آمين يا رب. أم شموخ تقول تبرع عني وعن زوجي 500 ريال اللي هو سهم إيش؟ سهم الوالدين 500 ريال، جزاه الله خير، دعواتكم لنا بالذرية الصالحة. الله يرزقكم الذرية الصالحة باسمه الأعظم الأكرم الأجل، يجعلها سبب في ذرية طيبة صالحة منه سبحانه وتعالى. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم، لكل من أرسل ولكل من تبرع ولكل من شارك، نتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب تلك الدعوات اللي وجهها الدكتور عايض القرني، والله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد كلتا يدي عبدي صفراء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فدائما ندعو ونوكل أمورنا لله ونتصدق ونرجو الرحمة من الله، لأن مع اليتيم ومع المحتاج فالراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. هذا الوقت بين يديكم هو أمانة على تاقنا وعليكم أنتم جميعا وعناقنا، فتكفون ما بقي لستور 40,000 متبرع منكم 250 ريال أو عن والديكم، خذوا بطاقات هدا، تواصلوا مع رقم الجمعية أسفل الشاشة، أو سهم الأسرة حتى الله يحفظ بيوتكم من الكوارث والمصائب والهلكات 750 ريال، أو متر مربع، متر مربع، ترى إحنا لو بنروح نشتري أرض ونشتري كذا ممكن ندفع 500,000 ولا 300,000 بحسب المدن وحسب القرى ولا أكثر بعد، إحنا يقولون خذ متر مربع، لعل الله يرحمك. الله يجعل هذا، الله يجعل هذا المتر بقصر في الجنة، يا الله، فإنه أكرم الأكرمين، يا الله، نقل قدم أكرم الأكرمين، لا يتعامل، هو الكريم الرحمن الرحيم، الله يجعلها بقصر في الفردوس العالي، آمين. وهو سهم المتر المربع 2000 ريال، 2000 ريال كما تبرع سالم الدوسري وأمثاله برسالتهم على رقم الجمعية الموجودة أسفل الشاشة. صقر عندك شيء؟ وكذلك بنختم، أنت تقول خلني آخر واحد يا حاتم، لسه معك آخر واحد، والله ما نسيتك بإذن الله. صقر بعدين مجيك المري بعدين حاتم نختم. شيء الأول رحب فيك الشيخ عايض، أنت هو زملائك اللي معك يوسف الشيباني صديق الدكتور. ونعم. الأمر الآخر تعليقا الحديث الشيخ عايض الله يجزاه خير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا كتبت لي بيتين في زيارتي للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، أقول يا صلاة الله على خير الأنبياء وأفضلهم، اللهم صل عليه، الرسول اللي ما في ذا الكون بشرف منه، الصلاة تعم كل الرسل وانت أولهم، جعلنا لا من حشدنا نلتقي في الجنة. اللهم صل بي الله وجهك ولا فضل فوق، يا سلام، بيتان عظيمة، الله يجعل ميزان حسناتك، شهادة أفتخر فيها يا أبو عبد الله، استاهل المري. أولا
الأشخاص اللي ما يقدرون يتبرعون هل لهم بعد مشاركة في الأجر إلى مثلا نشر هذا التبرع أو والسؤال الثاني بعد 500 وين هي موزعت عليهم 500 والله انشغلنا الحلقة كانت ممتعة فالدكتور له المجال يبغى يسأل أسئلة وعليها نقاط فله ذلك خلي أفسح أنت كريم خلي أفسح من الوالدين أبو عبد الله موجود والخير واجد أرى أن أبو عبد الله يكفلكم وصلى الله تعالى مرافق النبي صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين لأنكم بدون أهل هنا وبدون والدين فمن خليها لكم في الوقف زين أبو عبد الله سؤال المري أعد سؤالك الأول من ينشر يقول بعضهم يتحسر ما عنده شيء أنه يقدر هو يشوف الوقف وده أنه يقدم بس ما معه هل بنشره له أجر؟ هو شوف في أمران إذا نوى لو كان عندي مال إني أفعل ذلك فعلى الله يجره بالنية إنما الأعمال بالنيات ويوصينا لو تسبب هو فينا أحد أنه سار جار ولا صديق وتسبب فهو مأجور مشكور ينشر هذا في بأي طريقة جميل والدال على الخير كفاعل الله يبيض وجهكم يوم تعطون الشيخ الحديث الله يجزاكم خير شكرا لكم أبدا منا ومنكم نستفيد طيب في مصعب عندك شيء؟ شكرا رعت يدك ونزلتها رعت يدك ونزلتها أبغى أشد من الخمس هذه لا لما ذكرت الخمسمية خنقته العبرة أي شكلها طيب حاتم الفريدي مبطب السيل إلا كبرى رفعت يدك كثير الآن نتجه لك وش عندك أول شيء مساك الله بالخير أنا عندي طلب للشيخ عايض قرني أول شيء حضورك زادنا فرح وأنسة وطمأنينة وسعادة ورانك مكسب للقناة ومكسب لنا وإنا الحين قاعدة تقريبا 17 يوم وكل يوم تجي فيه الحين ننتظر يوم الاثنين عشان نفرح بجسد الله يشكر الشيء الثاني أنا عندي طلب بسيط أنا الحمد لله أمس ربحت المطعم فدائما الواحد يصير له دخولية وافتتاح المطعم أنا أجلتها يزيدني شرف أبيك بس طلب بسيط إنك تفتتح معي المطعم ويكون شرف لي طيب على ذكر المطعم عندي سؤال حمد حاتم الفريدي الحالي حاتم ونعم بك أنت بتكون صريح معي لأني أنا بديت عندي معرفة خاصة في الأشخاص تأذر لي أي تفضل سبحان الله يعني سمى مدي سمى فراسة ومعنا بني مرة هم أعلام في هذا لكن بديت أنا مع القراءة والاطلاع أعرف الشخص من ملامحه وش ميولاته أنا بسألك كن صريح معي على ذكر المطعم يا سلام ما هي وكن صادق ما هي الوجبة أنت اللي تفضلها مرقوق كبسة علمني بيني وبينك كن صادقا عجب الشيخ عجب الآن لأني أعرف بسببها أعرف ماذا تهوى وماذا تريد وما هي طموحاتك في المستقبل إن شاء الله جميل طيب يعني الآن تبغى الجواب منه يا دكتور جواب طيب يلا عطنا الآن في وجبة محددة لا أنت اللي تحب أنت وتكون صادق داخل المطعم لا تكون اللي تحب تأكله أنت سواء في بيتك ولا في مطعم وتكون صادق علشان أنا أبني ما هي طموحاتك في المستقبل حب الذبائح وشيء مفاتيح اللحم فاطيح. طيب ناظر فيها الشيخ ترى عنده فراس على فكرة بيطلع شخصيتك وش تحب وإنجازاتك وطموحاتك في المستقبل لأن هذه هي فراسة حلو يا سلام أرى أنك يا حامد حاتم أرى أنك إنسان تحب المفاتيح الله ما شاء الله تبارك الله هنيئا لك العلم يا ابو عبد الله صدق انا استنتجت مع الدراسة والقراءة يا ابو عبد الله تفضل انت ماذا تريد تحب ارى انك انت عندك فراسه الحين ها تحب الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رسول الله الله يثيبك يا حبيبي هذا احرجك يا دكتور وإجمانا تطلب الرسول عليه الصلاه والسلام عمري انا كان اليوم في مبادره مفروض من فريق الدعم هي وصلت امس وكانت مفروض ان الفكره تطبق ترى سبقك بيع عكاشه يعني ما يحتاج تطلب واحد يكفي هي الفكره كانت مفروض تطبق اليوم كان يعني من ضمن الافكار بس ما ودي اني احرقها كان بس انه كان ودنا الشيخ عايض يشاركنا فيها لكن ان شاء الله المره الجايه والضيافه اللي اليوم اللي كانت في القريه طبعا والمشروبات كلها تقدمت من عندهم من رفاقه علي فريق دعمي يرحبون بالشيخ ويعتذرون منك يا شيخ على يعني الفكره او المبادره اللي جت انك ما حضرتها اقدم اعتذارهم واعتذاري لك يا شيخ شكر الله شكر الله يعطيك العافيه كثر خيرهم خيرك طيب دكتور عايض احنا الاسبوع الماضي نواف استند وين انا ابغى الصيده كان بيننا وبينك دكتور اي بنصلي لكن نواف كان بينك بين اتفاق الاسبوع الماضي ان اليوم ندشن قصيدتك لا إله إلا الله اللي محمد عبدو ومشاري العفاسي كذلك أدوها لكن نواف خذلنا اليوم يا دكتور أنا ودي أشوفه بس أبغى أشوف عذره وكذلك مالك أبو لبن كذلك وعدك بقصيدة
مجارات لقصيدة تشارة البرنامج. طيب هل ممكن تلقيها الآن ولا تؤجلها بتدشين جاهز؟ التدشين جاهز ولا نخلي الأسبوع الجاي؟ ما سجلت. أنا ودي تسجلها عشان دشينها مرة الجاي. واجدت في قصيدة ثابك الله. جزاك الله خير. خمسة وأنا خمسة أبيات. إيه نعم جزاك الله خير. شكرا يا مالك. نواف السند وين؟ أنا أبغى صيدة. أعطانا وعد اليوم، هل في عذر عنده؟ حريص على الصلاة. حريص على الصلاة. الله يكتب أجر. الله يكتب أجر. أنا ما أرضى من أبو عبد الله. أبيات كذا قريب من المناكيس من المساحيب عشان أشلها أنا إن شاء الله. الله 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 ممتاز. من قريبة من إيش؟ مراكيش والمساحيب. مسحوب. المسحوب يعني إيه؟ فن المسحوب إيه. أبشر إن شاء الله. أنت شوف نفسك. تبغى تسمع مني يا شيخ شيء مسحوب؟ اسمع عطنا شوي. عطني يلا سمع. يقول الفريق اللي غدولي بخلوهم حبوب، نطلب الله قربهم كل ما بان الهلال. يقول الفريق اللي غدولي بخلوهم نطلب الله قربهم كل ما بنوا الهلال. انغدوا مني جنوب، انغدا قلبي جنوب، انغدوا مني شمال، انغدا شرقي شمال. هذه ابيات ابشرك على بحرها بعطيك اياها. هذه ابيات الشاعر محسن الفاره المري. ونعم. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يغفر له. أهل الشعر. جميل. يعني أنا وعدك الدكتور بين في قصيدة. أنا عندي بحر، أنا على البحر والقافية بعطيك منها. لا شرف لي. أنا في ماليزيا سألوني وش عملك يعني؟ في يوم رجعت الفندق أمزح زملائي السعوديين يعني قلت داعية لله كني جلست على النجوم، ترى على البحر والقافية. داعية لله كني جلست على النجوم. الرضا في الرضا في طاعته والشرف والمرحمة، ما تشيخنا المشالح ولا حمل الختوم ولا شيخ الختوم، شيخة بالعلم ويا رب المحكم. والله اني ما عدي الا على رؤوس القروم مثل عزم الليث يسقي غريمه من دمه. الله والاخره. فهي البحر ترى والقافيه. وهنيئا لك، صوتك جميل يا شيخ. استاهل حمد، استاهل. طيب بنروح نصلي الان، لكن في هنا اهداء للدكتور عايض بن عبد الله القرني باسمه كاملا. يقول مرحبا عايض بن عبد الله القرني، اجتني برسائل نصيه. اهدي اليك ابو منيره حمد تبرعا في مشروع اهداء وقف الرحماء تبع جمعيه عروه الخيريه. يمكنك استعراض بطاقه الاهداء. فتحيه لابو منيره. ويستاهل الدكتور عايض بارك هذا الله. الاهداء بيض الله فيك يا ابا منيره، وبيض وجهك وغفر ذنبك. هذا التبرع يا شيخ. واسعدك في الدارين وغفر ذنبك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يكتب أجرك. الله يجعل ميزان حسناتك ويسقيك من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم محمد الحمالي. وانعم بهم وانعم بأهله وأسرته وربعه. جزاك الله خير يا حبيبنا، بيض الله وجهك. تستاهل يا أبو عبد الله، بيض الله وجهك يا حمد على هالتبرع. بطاقة إهداء وصلها للدكتور عايض. وأنتم بإمكانكم تصلكم على طول في الرسالة النصية وكذلك في الواتساب، تواصل مع رقم الجمعية، اهدوا من تحبون كما سعد أبو عبد الله بهالإهداء. أنتم راح تسعدون أباءكم وأمهاتكم، وأما من انتقلوا من الدار ومن الحياة أسعدوهم وخلوا أرواحكم تروح لأرواحهم بالإهداء هذا لصالح جمعية عروة الخيرية ووقف الرحماء لتكفلون في الأيتام وتكونون هناك مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. باقي 46 ألف واحد منكم من 250 ريال يكتمل الوقف على خير، وسهم الوالدين 500 والأسرة 750 وكفالة المتر مربع 2000 ريال. دغشني بنختم سريع. أخ ناصر، متى إن شاء الله بإرادة الله الواحد الأحد راح تشرفنا أنت والوالد والشيخ عايد القرني بإرادة الله؟ أنا ندعو والدك الدكتور سعيد بن دغشة الحارثي علشان يأتي معك. شوف نفسك لو الاثنين الجاي ولا طيب شيء. أبشر، هو الأساس الوالد أنه الأسبوع القادم يوم الثلاثاء راح يعشيكم جميعا، وأنا أعطيته وعد يوم الثلاثاء. فإن كان الدكتور بيشرفنا ببركة من ساعة، وإن كان الدكتور يعني يعتذر الثلاثاء، ممكن الوالد يكون يوم الاثنين والعشاء بعد صلاة العشاء مباشرة عشان يكون معنا. نقدم العشاء اللي يشوف الوالد الاثنين إن شاء الله، الشيخ عايض والوالد إن الله رضى. خلاص لنا الدكتور على خشمي رتبها مع كل صاحب عمر يعني وصديق. استاهل والله. استاهل ونتشرف بهذا. كل الشكر الله يخلف عليكم عايض بن عبد الله القرني. وسمعونا تحية للدكتور عايض على حضوره وعلى ما أعطانا في هذا اللقاء، وأيضا زميلة ورفيق دربة يوسف الشيباني. سمعونا تحية ليوسف الشيباني والشاهر يوسف. الحلقة الجاية
خلي الف يا ابوي خلي بتطلع ابراهيم انت الله يعافيك خلي في وجه ابو عبد الله الله يجزاك الله الله يرفع قلبك الله يجزاك شكرا لكم يا احبابي شكرا لكم طبعا انا ودي اتوضا تستاذنون لي عشان